اتفضل يا فندم. السلام عليكم جميعا. النهارده باذن الله تعالى هنتكلم على الاوبن فراكتشرز فروم اي تو زي، او مره حطيت لها العنوان ده ذا 10 كوماندمنتس. حاولت وانا بجو ثرو الديفرنت ايتمز اللي احنا محتاجين كلنا نعرفها في الاوبن فراكتشرز، احط اهم 10 كويستشنز ممكن كلنا نحاول نجاوبهم واحنا بنمانج الاوبن فراكتشرز. عايز اقول انه باس اور فيل، ان شاء الله كله باس في الاكزام على كل المستويات. فكلنا لازم نبقى اورينتد جدا جدا بهاو تو مانج اوبن فراكتشرز، مش بس في الامتحانات يا جماعه، في الانترفيوز اللي منكم هيعملوا زمالات هنا او بره، ايفن اون ذا كونسلتنت ليفل. يعني مش مقبول ابدا ان ما حدش يكون عارف الورلد وايد جايد لاينز بكل الكونتروفرسيز بتاعتها عن الاوبن فراكتشرز. فالحقيقه انا شخصيا بستفيد جدا جدا اما ببداها. طيب so let's start our talk today about open fractures, the 10 commandments or from A to Z. الحقيقة زي ما عودتكم، الحقيقة I based this presentation on quite a few resources including the British Orthopedic Association guidelines in collaboration مع البابرس أو British Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgeons. طبعا الـ AOTrauma الايوتروما principles of fracture management third edition book ده مهم جدا جدا، الشابتر about the open fractures. الايو website الامريكان اكاديمي اوف اورثوبيديك سيرجنز، السكند انترناشونال كونسنسس ميتنج اوف ماسكولوسكيليتال انفكشن، الكوكرين كولابوريشن، ان اديشن تو كويت ا فيو ارتكلز من الباب ميد. كل الريسورسز دي مهمه جدا انه اشير معاكم عشان تبقوا عارفين السورسز او الارتكلز انا جبتها منين. طبعا ان اديشن تو ذا اورثو بولت لان انا عارف ان اغلبكم بيذاكروا منه. طيب كلنا بنشوف المنظر ده، وي مايت انكاونتر ذس اون ويكلي بيسس ات ليست، اور لو انت نايب في مرحله النيابه بتشوفه اون ديلي بيسس في البيزي هوسبيتالز في مصر طبعا، وممكن كذا حاله من الاوبن فراكتشرز بير داي. اول ما بنبص على المنظر ده بنفكر هاو تو مانج، وهوبفلي ذس توك از جوينج تو الابوريت اون ديفرنت مانجمنت لاينز. في التوك ده ان شاء الله هنكفر الكلاسيفيكيشن، ديفرنت كلاسيفيكيشنز. هنعمل ايه في الامرجنسي ديبارتمنت؟ هاو ار وي جوينج تو مانج ذا بيشنت وايل ستيل ان ذا امرجنسي ديبارتمنت؟ تشويس اند ديوريشن اوف انتيبايوتكس، التايمينج اوف ديبرايدمنت، الاريجيشن سولوشن، الفوليوم، البريشر بتاعها، الرول بتاع الفاك. Is there any role for wound culture, timing of soft tissue reconstruction, definitive stabilization, when to convert from X-fix to intramedullary nail, وبعدين الدبيت الشهير between the reaming and unreaming. طبعا أو reamed or versus unreamed nail. طبعا الايتمز دي تبدو سهلة وهي فعلا سهلة، بس لما نيجي نركز في كل حاجة عايزين نعرف ازاي نجاوب في الامتحان، مش بس كده ازاي نأبلاي in the real life practice. اوكي دي learning outcomes اللي انا قلت هنغطيها النهاردة ان شاء الله. طيب اول question ممكن كلنا نتسأله، معلش هو الانيميشن بتلعب لوحدها شوية. اول question ممكن كلنا اول ما نشوف الجرح او الانجري ده، How would you classify this fracture؟ وده أول سؤال هيتسأل لك في الإكزام. لازم يكون في بالك وتكون حريص على إنك تتكلم على الجاستيلو أند أندرسون classification، وده الموست وايدلي يوزد classification. طيب ده بيتقسم لكذا تايب، تايب 1، تايب 2، تايب 3. تايب 1 ده عبارة عن injury resulting from low energy injury. أوكي؟ الوند بتاعنا هنا يا جماعة is less than 1 سنتيمتر، وبيبقى عادة inside out injury. هنشوف في الأنواع التانية بيبقى إزاي. Usually it's clean wound with minimal soft tissue damage, no significant periosteal stripping. الكلام ده مهم جدا إنك تقوله وتبقى فاهمه كويس. Simple fracture pattern، عادة الفراكتشر اللي بيبقى associated مع الانجري ده بيبقى عادة simple fracture pattern. يبقى أول ما نشوف تايب 1 هنبقى عارفين إنه غالباً الإنجري بتاعه ده low energy injury، wound less than 1 سنتيمتر، inside out injury، clean wound، minimal soft tissue damage،
no significant periosteal stripping, and it's usually associated with simple fracture pattern. ده مهم قوي ان احنا نعرف. اما نيجي لتايب 2 هنلاقي الاتي نفس الايتمز دي، بس هنعلق على حاجه حاجه. هل هو low energy؟ Actually not, it's higher energy. الوند بتاعنا more than 1 centimeter. It's outside in injury. Okay? Associated with moderate contamination. وفي عندنا moderate soft tissue damage. والassociated fracture بيبقى فيه some comminution. يبقى higher energy compared to the injury of type 1 or resulting in type 1. Gastello-Anderson type 1. Wound more than 1 centimeter. Outside in injury, moderate contamination, moderate soft tissue damage, and associated fracture usually is associated with some comminution. نيجي لتايب 3A، تايب 3A ده بنلاقيه الـ AT. Resulting from high energy، كل 3 تايب 3 fractures are actually resulting from high energy injuries. Will wound هنا more than 10 centimeters. This is very important. Outside in injury, associated with marked contamination and usually associated with highly comminuted fracture. يبقى تاني high energy, more than 10 centimeter wound. Outside in injury, marked contamination and usually associated with highly comminuted fracture. بنقسم بقى Gastello-Anderson type 3 into A, B, C. هتلاقيني هنا عامله بالبولد واندرلايند الفروقات بين A و B و C. فهنلاقي في A severe soft tissue damage. Actually B هيبقى even more severe soft tissue damage. ولكن هنا A دايما بنقولها ودي حاجة مهمة جدا ان كلنا بالذات الجونيورز اللي لسه جونيورز يبقوا عارفين ازاي يفرقوا ان هنا احنا عندنا adequate soft tissue cover. وتقدر تفتكرها ازاي؟ ال A 3A by adequate soft tissue cover. وهنفهم دلوقتي حالا. ال B هيبقى نفس القصة بس however هنتكلم عليه كالآتي. هيبقى this is due to high energy بالظبط زي 3A, wound more than 10 centimeter, outside in injury, associated with marked contamination, highly comminuted, associated with highly comminuted fracture. زي ما قلنا برضو هيبقى فيه more severe soft tissue damage. ولكن هنا يا جماعة مش زي التاني كنا قايلين adequate soft tissue cover اللي هو A for adequate. هنا هيبقى فيه extensive periosteal stripping. واللي عايزين يحفظوا القصة عشان ما ينسوش اخواننا الجونيور انه هنا periosteal stripping في البي طبعا دي بي ودي بي بس عشان نسهل. usually needs plastic, P for plastic coverage. يبقى تاني الفرق بين A و B. A عندنا الاثنين severe soft tissue damage. However in type A في adequate soft tissue cover in comparison to type B اللي هو هيبقى فيه برضو severe soft tissue damage and لم يكن more severe soft tissue damage usually associated with extensive periosteal stripping along with would need plastic coverage. Okay? طيب وC كلنا عارفينه اللي هو برضو هنقول فيه نفس الايتمز اللي هو high, due to high energy injury, wound more than 10 centimeter outside in injury, marked contamination, and it's usually associated with highly comminuted fracture. طبعا معاه برضو severe soft tissue damage. لغايه دلوقتي it's بالظبط it's type 3 characteristics. ايه اللي يميزه هنا عن type A or B؟ ان احنا عندنا vascular injury. ده مهم جدا. انما اللي هيقول كده whenever you got asked هيبقى غلطان. كده الاجابه ناقصه. لازم تقول انه vascular injury requiring repair. ليه؟ هعرفكم حاله. يبقى هنقول نفس الكاركترستيك بتاع 3 لكن 3C is stands for او بيعبر ايه المين كاركترستيك ان في vascular injury requiring repair. دي مهمه جدا. حد فيكم يا جماعه سمع عن حاجه اسمها 3B بلس؟ دي حاجه بونص كده للي منكم قراها او كيم اكروس، لانه انا شخصيا وانا جونيور او انا حتى لغايه الحقيقه لغايه الدكتوراه ما كنتش اعرف. اما عملنا كذا سيمبوزيوم وكذا سيمينار وكذا اس دي ال عن الاوبن فراكتشرز اي كيم اكروس ذس. يعني ايه 3 بي بلس؟ وده اللي عايزين بقى يجيبوا يهدفوا 10 من 10. يوجوالي هاز فاسكولار انجري، وعشان كده كان لازم وانت بتقول 3 سي لازم تقول فاسكولار انجري ريكوايرنج ريبير. طيب انما هنا دايما بيبقى فيه اتليست 1 اكزيال فيسل بيتنت. يعني العيان عنده فاسكولار انجري مش عايزكم تلخبطوا، بس في one axial vessel patent that keeps the limb vascularized. انما C لا،
ده devascularized limb ومعاه vessels injured requiring repair. ليه مهم ده ان انا كنت اقوله اخواننا اللي بيشتغلوا microvascular reconstructions والبلاستيك لازم يبقوا واخدين بالهم من التايب ده قوي. ليه؟ لان nowadays بدأنا نعمل flaps ومن زمان طبعا, بس دلوقتي بدأ يحصل reconstruction كتير وflaps. ف this is very crucial to be appreciated التايب ده for successful reconstruction. والdistinction ان احنا نفرق بين 3B and 3B plus ده مهم جدا لانه it's quite crucial للreconstructive surgeon that it highlights the presence of vascular injury. However, it's not complete vascular injury requiring repair. ولازم يبقى في appropriate measures, يبقى عمل proper planning can be taken during planning to ensure successful reconstruction. يبقى تاني عشان ده لو معلومة جديدة لأغلبنا, 3B plus زي ما قلنا انه عبارة عن في vascular injury yes but at least one axial vessel patent, وعشان كده limb is still vascularized. However, I'll compare to 3C, لا ده devascularized limb with all three vessels injured requiring repair. وعرفنا 3B plus الحاجة الوحيدة ان احنا نفتكره انه ان هو مهم جدا جدا ان reconstructive surgeon ياخد باله ويبقى عارف يفرقه من 3B عشان خاطر انه they highlight the presence of vascular injury ولازم يعمل measures وهو بيعمل planning to ensure successful reconstruction. طيب تاني نلخص, 3A adequate soft tissue cover, A for A adequate, B would need soft tissue cover or plastic coverage, ال B for P سامحوني معلشي, ال B plus one axial vessel intact, C devascularized limb requiring repair زي ما عرفنا الفوريد. طيب الكلاسيفيكيشن يا جماعه لازم بالذات كلنا نابريشيت الكلام ده بالذات اخواننا النواب الجونيورز انه اتس نوت اباوت ذا سايز. وحاجه ثانيه مهمه جدا جدا جدا, الكلاسيفيكيشن دايما يا جماعه انت بروفيجنالي لما تشوفه في الاستقبال او في الامرجنسي ديبارتمنت هتقول ذس اوبن فراكتشر, هنقول ان هو جاستيلو اندرسون تايب كذا. هاو ايفر وده اللي تقوله في الاكزام انه الكلاسيفيكيشن I would revisit the classification after debridement, لانه ممكن بعد ما تعمل debridement يكون كان تايب وتنقل للتايب اللي بعده بعد ما تعمل adequate او aggressive debridement. اوكي طيب جاستيلو اندرسون كلاسيفيكيشن ده يا جماعه اتعمل سنه 76 وبعدين has been modified سنه 84, وهو معروف انه one of the simplest او a simple and widely used to assess severity بتاعت الopen fractures. ولكن quite a few studies showed that ان هو limited inter-observer reliability حوالي 60%. يعني ايه الجمله دي يا جماعه؟ يعني انا ممكن ابص على الانجري ده وكلاسيفاي as type 3A, محمد هاني يجي يبص عليه يقول ده type 3B, محمد حسني يبص عليه يقول ده type 3 مثلا او type 2 مثلا. فممكن نختلف بيننا وبين بعضنا وتقال انه في one of the studies showed ان هو limited inter-observer reliability up to 60%. In addition, it has limited evaluation of the long-term tissue viability. ولكن found to be of some value as prognostic indicator, يعني نقدر لما بنعرفه بيبقى عندنا نقدر نعرف ال prognosis وبيبقى one of the prognostic indicators للإنجري ده. And also useful guide towards treatment, لأن زي ما هنشوفه زي ما كلنا أكيد ذكرنا وعرفنا قبل كده أن type 1 بيتعمل له كذا, type 2 بيتعمل له كذا, فده it would be used as a useful guide towards treatment. طيب ليه هو بنقول أنه هو بنقدر نعرف one of the prognostic indicators؟ لأنه quite a few studies برضو وروا أنه في increasing infection rates and worse outcomes are associated with increasing severity of injury. يعني type 1 غير type 2 غير type 3, اول ما الاقي انه العيان عنده type 3 ابقى عارف في بالي انه هو this type of fracture او injury having worse prognosis او outcome compared to type A مثلا. طيب infection rates, one of the studies showed that type 1 and SF type 1 from 0 to 2% ده الانفكشن rate بتاعه, type 2 من 2 ل 10%. شايفين يا جماعه obviously ان هو اكبر من الثاني. Type 3 انا اسف دي مكتوبه غلط, type 3 fractures من 10 to 50% infection rate. يبقى تاني كل ما ال
الانجري سيفيريتي زادت يعني تايب 1 غير تايب 2 غير تايب 3 obviously الانفكشن ريتس هتبقى ورس والاوتكمز هتبقى اسوء او ورس كمان. اوكي طيب احنا قعدنا نقول ان ليه شويه كوايت ا فيو ليميتيشنز، دخلنا الناس بعد كده وده كلاسيفيكيشن قديم وعليه شويه ريزرفيشن زي ما قلنا. برضو يا جماعه اللي منكم داخلين زمالات سواء في مصر او بره لازم يبقوا اوير بالتو كلاسيفيكيشنز دول، لانه دايما لما بنلاقي بعض الليميتيشنز في بعض الكلاسيفيكيشن سيستم بيبدا ناس تانيين يعملوا شويه كلاسيفيكيشنز ثانيه. من الاثنين اللي انا عايزكم تاخدوا بالكم منهم ولو باختصار الOTA او الاورثوبيديك تروما اسوسيشن كلاسيفيكيشن، والثاني اللي مشهور جدا دلوقتي الجانجا هوسبيتال كلاسيفيكيشن. اي هوب ان يكون اغلبكم سمعوا عنهم، ومع هذا انا هدي لكم عنهم بريف نوتس. الOTA او الاورثوبيديك تروما اسوسيشن كلاسيفيكيشن ده عباره عن ايه؟ بيكمبرايز خمسه بارامترز، فايف بارامترز: injury to the skin، وبيدي لكل واحده سكور small large and measurable degloving. مش لازم تحفظه، ده يبقى معاك على الموبايل لو عايز تعرفه، بس تبقى عارف ان في بيكمبرايز الفولوينج بارامترز: injury to the skin، muscular injury وarterial injury. In addition للثلاثه injury دول skin ومuscular وarterial، degree of contamination والamount of blood loss. يبقى دول الخمسه بارامترز اللي بيعتمد عليهم الOTA. الستاديز زي الستادي اللي هي في جي او تي 2010 اللي انا كاتبها على السلايد الاوبن فراكتشر ستادي جروب، لو ان هو ليه فيفربل انتر اوبزرفر ريلايبيليتي اوفر جاستيلو اندرسون. فاكرين لما قلنا انه جاستيلو اندرسون انا ولا هاني ولا حسني اذا بصينا على نفس الوند ممكن نختلف في الكلاسيفيكيشن ده؟ لقوا انه كان 60% in some papers، هنا لقوا ان ليه فيفربل انتر اوبزرفر ريلايبيليتي. And actually it would have good predictive abilities in guiding treatment برضه. اوكي؟ فدول الكلمتين اللي انا عايزكم تعرفوهم عن Orthopedic Trauma Association Classification او OTA Classification. التاني اللي مهم جدا نعرفه الجانجا هوسبيتال كلاسيفيكيشن، وده هنا التاني كان بيكمبرايز او بيكون من خمسه بارامترز، هنا اربعه بارامترز: السكن، سوفت تيشو وبوني، in addition to additional risk factors. Skin loss، soft tissue injury، bony injury، وكل واحد ليه سكور. In addition to additional risk factors اللي هم زي ايه مثلا؟ ندي examples: ال age، ال contamination، age above 65، ال contamination، ال chronic illness، ال systemic injury، other trauma. اوكي؟ طيب. ايه فوائده؟ لقوا ان ده بالذات of great of particular value in Gastello 3B اللي هو كلنا بنعتبره من اسوأ انواع الكسور وال most challenging. ولقوا يا جماعه ان ده better prognosticates limb salvage over other severity scores. One of the best. اللي بتقدر لما نطبقه نقدر نعرف هل نقدر نحكم على limb salvage compared to other severity scores. ولقوا ان ليه good sensitivity، SN stands for sensitivity، و specificity SP in predicting salvage. والcut off score لما نيجي نحسب هو 29 لقوا 14. 14 out of 29. يبقى تاني اهم حاجه ان هو of particular value in Gastello 3B and it better prognosticates limb salvage over other severity scores. زي ما انتم شايفين يا جماعه هتلاقوني تحت كل سلايد حتى السلايد اللي فاتت بنحاول نكتب الارتكل او السورس اللي احنا جبنا منه، وده مهم جدا جدا جدا. ان شاء الله لمحمد هاني ربنا يكرمهم وينزلوا الفيديو، عايزكم كلكم تركزوا في الارتكلز اللي مكتوبه دي وتجيبها وتبقى عندك. دايما يا جماعه بيبقى شكلك كويس جدا في الامتحانات والزمالات، والحقيقه ليك انت انك تبقى عارف الارتكلز او السبورتنج ايفيدنس اللي انت بتتكلم عنه. طبعا صعب انك تحفظها دلوقتي، ما بقولش انك تحفظها، بس تخليها عندك لما تنزل فيديو ممكن تبقى تزودها. هتلاقي هنا مثلا في الاو تي اي ده كان زي ما قلت بالاوبن، اتعمل من خلال الاوبن فراكتشر ستادي جروب في جي او تي اللي هو جورنال اوف اورثوبيديك تروما 2010. اوكي؟ الحقيقه انا هقول كلمتين بس عن الجان شوت وونز، ومهم جدا جدا التوبيك ده، والحقيقه مهم جدا ان هو يتشرح في المحاضره لوحده. والحقيقه كنت لسه بقول لهاني ان هو اتشرح قبل كده دكتور هشام عبد استاذ دكتور هشام عبد الغني، دكتور ايهاب عمران، استاذ دكتور ايهاب عمران برضه شرحوه كويس جدا جدا جدا، فان شاء الله رب العالمين يبقوا انفايتد ويشرحوه. الجان شوت وونز انا هقول كلمتين بس الريليفنس بتاعهم او الابلكيشن بتاعهم في الاوبن فراكتشرز، ودي جايبه من اورثو بوليتس، انه عندنا بنقسمهم ممكن لو انترميديت هاي، بس تو سمبليفاي اللو فيلوسيتي اللي هي اقل من 350 متر بير سكند،
لا ان الوونز بتاعتها كومباربل تو جاستيلو اندرسون 1 اور 2 اند سو دي مايت او دي وود ريسيف ذا سيم تريتمنت. انما لو عندنا جان شوت وونز وهاي فيلوسيتي مور ذان 600 meters per second الوونز هنا كومباربل تو جاستيلو اندرسون 3 ايرسبكتيف اوف ذا سايز. ودي مهمه جدا. يبقى تاني لو احنا عارفين ان في عندنا لو فيلوسيتي جان شوت وونز قلنا هيعامل معامله او الوونز بتاعتهم كومباربل تو جاستيلو اندرسون تايب 1 اور 2. High velocity, which is by definition more than 600 meters per second, wounds here comparable to Gastello-Anderson 3, regardless of the size. High risk of infection, usually for high velocity, the معروفة. وعشان كده لازم يتعمل لهم proper debridement برضو. تاني أكنك بتتعامل مع Gastello 3, Gastello-Anderson type 3 fractures. Will higher incidence of infection or higher risk of infection will be known secondly to wide zone of injury and obviously devitalized tissue due to the high velocity missile or missile اللي هي more than 600 meters per second. فده مهم جدا جدا. انا كده خلصت الكلاسيفيكيشن. تاني to recap ليكو كلكو هتفتكروا الجاستيلو اندرسون كلاسيفيكيشن بالتايبس بتاعته وازاي نقدر نفرق بين تايب 1 تايب 2 ونيجي لتايب 3 في A, B, B plus C. مهم جدا جدا. وبعدين عرفنا الادفانتجز والليميتيشنز بتاعت الجاستيلو اندرسون. وعشان كده الناس بدأوا يعملوا كلاسيفيكيشنز ثانية. وكم كلمة اللي عرفناهم البريف نوتس. البريف نوتس عن الـ OTA كلاسيفيكيشن والجانجا هوسبيتال كلاسيفيكيشن دول مهمين جدا. وبعدين اتكلمنا جملة على الـ gunshot injuries. This is very very important. طيب. تاني سؤال او تاني حتة عايزين نتكلم عليها قبل تاني سؤال بس ده جزء من الكلاسيفيكيشن. جالك العيان ده في الامرجنسي ديبارتمنت ده مهم جدا. اتس باس اور فيل في الاكزام. اول ما بتشوف العيان ده هيتعمل له ايه في الامرجنسي ديبارتمنت؟ اكشولي ذا بروبر انسر انه المانجمنت بتاع العيان ده اكشولي بيجنز ان ذا تروما سين. يعني ايه؟ يعني مش من قبل هوبفولي من قبل ما العيان ده يجي الاستقبال مفروض يتعمل له مانجمنت. بمين؟ بالبري هوسبيتال بيرسونيل لانه مفروض يبقى عندهم خبره ازاي يعملوا البروفيشنال مانجمنت انكلودينج بروتكتنج ذا ووند ويز ا سترايل دريسنج ده مهم جدا ان اديشن تو سبلينتنج ذا ووند. فده المانجمنت ان ذا اكسيدنت سين اند ترانسبورت. ندخل بعد كده لما يجي لنا الامرجنسي ديبارتمنت او امرجنسي روم او الاي ان اي which stands for accidents and emergency على حسب البلد او الكونتري اللي انت بتبراكتس فيه بيتسمى الاي ار او ايمرجنسي ده اي دي ايمرجنسي ديبارتمنت او اكسيدنت اند ايمرجنسي على حسب البلد اللي بتبراكتس فيها. اول حاجه يا جماعه ما ننساش انه اهم حاجه في عيان جاي غالبا هاي انرجي انجري لازم في كل الاحوال لازم بيشنت ايفالويشن اند ريسسيتيشن فولوينج ذا انجري بروتوكول. ده اهم حاجه وريسسيتيشن تيكس ذا برايورتي ناو. والإجابة المنتظرة اللي كلنا عارفينها we have to evaluate and manage the patient according to advanced trauma life support protocol. This is very very important. وطبعا كلنا عارفين live before limb. يبقى أول ما هنشوف العيان في الامرجنسي ديبارتمنت لازم to be managed, evaluated and resuscitated according to ATLS protocol اللي كلنا أكيد عارفينه. طيب بعد كده نعمل limb evaluation. أول حاجة هنعملها stop external bleeding obviously the part actually من الـ ATLS كمان يعني قصدي من وإحنا بنعمل along the circulation الـ ABC من ضمن الحاجات إنك stop external bleeding بس إحنا حاطين هنا عشان ده belonging also to the limb evaluation. إزاي هتوقف الـ bleeding؟ ممكن تعمل direct compression وممكن بقى according to circumstances في ناس زمان كانوا up to لو انت في عندك massive uncontrollable وما انصحش ان اي حد يعملها في اي حاجه سهله التورنيكي. انما according to both guidelines ممكن to apply tourniquet in very 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 selected او exceptional circumstances. اوكي؟ okay? طيب بعدين تبدا تبص على الجرح بتاعنا. One look مهمه جدا اللي هي مره واحده وcircumferential inspection. كلنا يا جماعه واحنا جونيورز بيبقى جاي العيان بنبص على الانتيريور اسبيكت ونقول ده فراكتشر فيمر وكلوز. انما الحقيقه حصلت معانا واحنا صغيرين كلنا من ظننا ناقد عالما فقد جهل وكلنا بنمر بناخد اكسبيرينس. ما تبصش للفرونت اسبيكت اوف ذا ثاي او تيبيا
لازم تبص وتعمل circumferential inspection، لأنه وارد قوي إنه الجرح يكون من في البوستيريور أسبكت وأنت مش واخد بالك، أو الميديال أسبكت أو the lateral أسبكت، فعشان كده لازم تعمل circumferential inspection. Do not expose unnecessarily. يعني كنا زمان يعني ممكن حد يجي الجونيور يبص على الجرح وعقبال ما يجي له السينيور يكون غطاه وغسله وعمله، وهنتكلم على الكلام ده كله عشان هي تبدو بيسكس، بس الحقيقه احنا بنواجه الكلام ده يوميا. فيجي الميد سينيور يقول له زمان ما كان في موبايلات وما كانتش مشهوره قوي موضوع الفوتوغرافي اللي هتكلم عليه، فيجي الميد سينيور عريلي يا عم الجرح ده اما بص عليه يقوم فاتح ويقوم باصص، يجي اللي بعده يقوم فاتح ويقوم باصص، يجي المدرس المساعد او الاخصائي السينيور يقوم فاتح ويقوم باصص، فقريب العيان يجي ما توريني الجرح يقوم فاتح، الكلام ده ما ينفعش. Do not expose unnecessarily، لانه ده actually it has been found ان هو بيبقى associated مع 3 to 4 times increase in the infection rate. فدي حاجه مهمه جدا جدا ناخد بالنا ان احنا نحاول نافويد باي اول مينز لو سمحتم. طيب نحل الكلام ده ازاي؟ حاجه سهله جدا معانا دلوقتي موجوده في كل حته، الى جانب انه في بعض المناطق او بعض الكونتريز المستشفى بيبقى فيها سبيشاليزد كاميرا في الامرجنسي ديبارتمنت. فوتوغراف فور ريكورد هيلبس تو دوكيومنت الوند والوند كاركترستكس بالظبط، وبعدين زي ما قلنا بتمنع ان احنا نفضل نعمل prevent multiple examinations that increase the risk of bacterial contamination. بالذات احنا لسه قايلين one of the studies showed ان هو بتresult in 3 to 4 times increase in the infection rate. By the way some papers have suggested انه actually اغلب الانفكشن بيحصل في المستشفى by different practices بالمناسبة، فلازم نبقى حريصين جدا ان احنا نtry to minimize infection as much as we could. طيب في الاستقبال هل هنغسل؟ هل هنعمل هل هقعد العب في الجرح؟ هشيل اي حاجه؟ انت هتعمل ايه؟ هتريموف الجروس كونتامينانتس اونلي. طبعا الكلام ده يا جماعه اكوردنج للجايد لاينز ومينلي البي او اي والبابرس اللي انا كلمتكم عليه. وونز ار نوت بروفيجنالي كليند ايذر باي اكسبلوريشن او اريجيشن. يعني بليز الجونيور كوليجز هيبقوا طبعا تمتد او هيبقى عندهم التمتيشن ان هم يعني هيبقى عندهم الرغبة ان هم لا طب ما نظف، طب ما اجيب حاجة، طب ما اشيل، طب ما احط، طب ما العب في الجرح، طب ما تغسل كتير. وستيل في ناس كتير بيحبوا يغسلوا في الاستقبال. الحقيقة انا according to the guidelines و according للبوست او البابرس البي او اي مع البابرس قايلين انه many wash outs outside the operating theater are not indicated. فده لازم ناخد بالنا. امال نعمل ايه؟ هنحط بعد ما خدنا الصوره وبنالاين الليمب وقبل ما نسبلنت الجرح ده هيتعمل له دريسنج مع بي اي بي سيلاين سوب جوز. في ناس بيحطوا بيتاداين، في ناس بيحطوا ماتيريالز مختلفه، بس اتفق الفقهاء في الجايد لاينز انه سيلاين سوب جوز از فاين. وبعدين بنكفر باوكلوسيف فيلم او دريسنج. ده ريكومنديشنز ليه؟ عشان نسيل من الانفايرمنت. وبعدين بتسبلنت العيان. يبقى تاني في الامرجنسي روم انت you are allowed to remove gross contaminants only، مش هتسيبها. Wounds are not provisionally cleaned either by exploration or irrigation. ده مش صح according to most guidelines. By the way many washouts outside operating theater environment are not indicated. بعد كده بنعمله dressing بايه؟ بسلاين soap goes covered with occlusive film، وبعدين بنعمله splintage. ده مهم جدا جدا جدا. انا عارف يا جماعه ان في بعض البراكتسز بتاعتنا بتاعت بعضنا مختلفه عن كده، واي هوب ان احنا يحصل تشينج في البيهيفير اند اتيتيودز بعد التوك ده. النيوروفاسكولار ستيتس طبعا مهمه جدا جدا جدا. نيورولوجيك اند فاسكولار اكزامينشن اوف ذا اكستريميتي از كوايت امبورتنت، مش بس فاسكولار كمان نيورولوجيك. And the neurovascular structures require repeated assessment. يعني ايه؟ يعني احنا اول ما يجي العيان هنحس البلس ونexamine ال neurologic status ونرجع بعد شويه نexamine تاني نexamine تاني. ليه؟ لانه وارد قوي ان الموضوع ده يتغير as time passes، فاحنا مش عايزين نمس انه evolving vascular injury او neurologic injury. ومهم قوي كلنا نبراكتس موضوع الدوكيومنتيشن، واللي منكم هيشتغل بره لازم دايما ندوكيومنت الانتريز بتاعتنا، يعني انه كاتبين في النوتس انه الساعه كذا الدقيقه كذا لما عملت نيورولوجيك اكزامينشن الفايندنجز كانت سو اند سو، لما عملت برضه الساعه كذا ودقيقه كذا
عملت vascular examination كان ال findings so and so and so. That's what we call documentation as a timed entry in the medical records. وده مهم جدا جدا جدا. اوكي؟ لو احنا عايزين نحكم على النيورولوجي والفاسكولر لازم الاول نعمل ايه؟ طبعا هنحس وهنشوف، بس كمان ما تقدرش تحكم او تعمل final judgment من غير ما straighten and align the limb. And obviously limb malaligned او مش straight ممكن يكون دايس على vessel، دايس على العصب، whatever. وبعدين ترجع تريبيت النيوروفاسكولار اكزامينيشن. يبقى تاني انت هتكزامن الاول النيوروفاسكولار ستاتس، وبعدين ستريتن ان الاين ده مش هياخد منك حاجه، وبعدين تريبيت النيوروفاسكولار اكزامينيشن. ممكن ما يكونش موجود ويرجع، وممكن يكون كان موجود ويروح. خد بالك ات وركس بوث وايز. فانت لازم تدوكيمنت قبل وبعد، زي ما كلنا لما بنعمل ريدكشن وبنجبس العيانين بتوعنا، حتى ايفن في الكلوزد انجريز وارد قوي النيوروفاسكولار ستاتس تتغير، ولازم دايما نبص على قبل وبعد. معلش يا جماعه هو يبدو كلام بيسك، بس مهم كلنا ان احنا نفتكره ونراجعه. انا عارف ان اغلبنا عارفين اغلب المعلومات دي، بس اي هوب ان النهارده يكون يعني a kind of revision واستعراض المعلومات. الفيديو ده يا جماعه الحقيقه انا واخده من محاضره للدكتور الظاهر، كان حاطه البروفيسور دكتور الظاهر حسن. هو طبعا فيديو من بره بيوريك ان انت لازم تالاين اللمب الاول قبل ما تعمل اي even imaging study. يعني هنا زي ما انتم شايفين aligned the limb الاول، وهيبدا يشوف هل في vascular integrity ولا لا. شايفين يا جماعه وهو مرجع اللمب، وبعدين يبدا يشوف هل في vascular injury ولا لا in different places. شايفين يا جماعه المساعد هنا او assisting physician او attendant او resident شديد له الرجل وعامل ريدكشن، وبعدين يقدر ياسس هو فعلا في فاسكولار انجري ولا لا. فدي مهمه جدا جدا جدا. اوكي؟ طيب. مهمه قوي يا جماعه، انا قعدت اقول لكم ان انا هذكر كذا ارتكل وكذا جايد لاين سورس، منهم طبعا برضو اللي باختصار في واحده اللي انا قلتها اللي هو بريتش اورثوبيديك اسوسيشن جايد لاين ان كولابوريشن مع الباباس، دي كانت سنه 2009. انما في واحده مختصره جدا ممكن تعلقها عندك في المستشفى اللي هي ديسمبر 2017، وزي ما انتم شايفين برضو الموضوع عن الاوبن فراكتشرز. كمان قبل ما ادخل في الفاسكولار انجريز هتلاقوا دي كمان موجوده حلوه جدا 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 في طالعه من البريتش اورثوبيديك اسوسيشن ستاندردز فور تروما، مهمه جدا بوست بنسميها كده. مانجمنت اوف ارتيريال انجريز اسوشيتد وذ فراكتشرز اند ديسلوكيشنز، لانها اكشوالي البرنسبلز بتاعتنا، ودي كانت سنه 2014 فيب 2014 ريليفنت لينا جدا كلنا نعرف. هل احنا فاسكولار سيرجنز؟ اوبسلي نوت، بس لازم تبقى عارف البرنسبلز، ولازم تبقى عارف في الاخر اللي هيمانج طبعا الفاسكولار سيرجن. هاويفر اتس فيري امبورتنت ان احنا نبقى عارفين البرنسبلز عشان نقدر نليز معاهم ونكولابوريت وكوبريت معاهم. لازم بقى كلنا عارفين اكيد it goes without saying any devascularized limb is a surgical emergency. كلنا عارفين اكيد الكلام ده، لازم نريكوجنايز الكلام ده immediately، ما نقعدش نغسل ونعمل ونغير ونحط ونعمل وبعدين بعد العام نطلعه ولا يروح يعمل اشعه، ايه ده انا نسيت احس البلس. لا ما ينفعش، زي ما قلنا neurovascular examination is very very important. طيب عشان كده vascular injuries should be recognized immediately and require urgent surgical exploration او management بمعنى اصح. واللي هيحدد لنا الكلام ده طبعا ان احنا نعمل proper and immediate examination ونليز مع الفاسكولار سيرجنز. لازم نبقى عارفين ان الليم must be revascularized as a surgical emergency. يعني ما نقولش الفاسكولار هيجي بعد ثلاث ساعات، ما ينفعش الكلام ده، لازم اون سايت في اي مكان بيعالج open fractures يكون في اون سايت vascular surgeon موجود whatever his rank، ويبقى ليه اكسس للكونسلت يقدر يجي بسرعه او يبقى ايديالي موجود في المستشفى. ليه؟ لانه beyond 3 to 4 hours warm ischemia results in irreversible tissue damage and increasing risk of amputation. ده مهم جدا جدا جدا، ومحدش لو سمحتوا يا جماعه يستنى 3 ل 4 ساعات، دول اصلا للاسف عقبال العيان ما يجي لك في مصر في بعض المناطق النائيه او في بعض مع الترافيك جام اللي بيحصل every now and then او everywhere actually، هتلاقي ان 3 4 ساعات دول اغلبهم عدوا ان لم يكونوا عدوا لا قدر الله. فلازم يا جماعه الاكزامينيشن يبقى ايميديت، ريكوجنيشن يبقى ايميديت عشان ده هيريكواير غالبا ايرجنت انترفنشن. طيب ايه تاني مهم قوي في البرنسبلز اللي نعرفها؟
انه غالبا هتبص معانا واحد اكسبيرينس او يقول لك الراجل ده عنده او البيشنت ده عنده او البيشنت دي عندها جود كابيلاري فيل سو دونت وري. لازم نبقى عارفين يا جماعه كل الكلام ده مش كلامي, ذس از فروم ذا جايد لاينز. كابيلاري فيل ان ذا توز كان بي مسليدنج, فدي مهمه جدا جدا جدا. وعندنا طبعا لازم يبقى ايفالويتد باي فاسكولار سيرجن, وعندنا quite a few imaging modalities including duplex angiography, CT angiogram or even on table angiogram in some places. بس لازم نبقى عارفين يا جماعة ان احنا هنا عندنا ال time is very very important or crucial factor. ف access to these must not significantly delay reperfusion surgery. ودايما بيقولوا ان ال injury pattern usually predicts the level بتاعنا. فآه مهمة قوي ان يكون عندنا different modalities دي في المستشفيات بتاعتنا, بس لو ده هيأخر ان العيان يتلحق او يتعمل له emergency management ساعات لازم الفاسكولار سيرجن يحدد انه ايه البيست لاين اوف مانجمنت, هل ينترفير, هل يعمل surgical exploration ولا يستنى اما يعمل one of these طبعا according للباترن اوف انجري. كل دي تاني مش احنا اللي بنديسايد upon, بس لازم كلنا طالما ان احنا بنمانج open fractures يبقى عارفين الكام معلومه دي. طيب ايه اللي يهمنا برضو عشان نبقى عارفينه, كلنا مرينا بالدبيت ده, احنا اللي نشتغل الاول ولا الفاسكولار سيرجنز الاول؟ طبعا لازم الاجابه دي on should be decided upon on case by case basis وعلى حسب كام ساعه عدت او الوقت اللي عدى. بس in general وده برضو من البوست guidelines, the sequence of surgical interventions can be crucial. In general الفاسكولار perfusion لازم يبقى restored بسرعه, فعشان كده بيدخل الفاسكولار سيرجن في اغلب الاحوال يعمل temporary some sort of temporary shunt عشان فاكرين الاسكيميا تايم اللي اتكلمنا عليه, وبعدين بيأسس الفايبيليتي, وبعدين لو everything is going well هيقول لك اتفضل ابدا اشتغل كاورثوبيديك سيرجن, وانت كاورثوبيديك سيرجن تبدا تعمل سكيليتال ستابيلايزيشن, وبعدين هو يعمل لك ايه, يعمل فولو باي ديفينيتيف ريكونستراكشن, ويوجوالي او يعني in some cases بيبقى بيحتاج يعمل autologous vein grafts. ليه انت بتعمل skeletal stabilization وهو بيعمل definitive؟ من اخواتنا الفاسكولار لما بيشرحوا لكم هتلاقي عشان وانت بتعمل manipulation ما تاثرش على definitive reconstruction ويحصل منه لا قدر الله injury للvein graft اللي هو حاجه. معلش يا جماعه انا عارف تاني ان اغلبنا عارفين اغلب المعلومات دي, بس عشان اخواننا الجونيور اللي لسه مبتدئين في جراحه العظام, لان انا اعتقد ان التوك ده مهم ليهم جدا جدا جدا, اهم من بقيه الناس بس مهم لينا كلنا طبعا. يبقى تاني سيكونس كروشال, هنبدا الاول فاسكولار سيرجن عاده عشان الاسكيميا تايم زي ما قلنا يلحق يعمل حاجه سورت اوف تمبري شامب تو ريستور ذا سيركيليشن, وبعدين بيأسس الفايبيليتي, وبعدين احنا بنتدخل بنعمل سام سورت اوف سكيلتال ستابيلايزيشن, وبعدين فولو باي ديفينيتيف ريكونستراكشن ويز اوتولوجس بين جرافت او اكوردنج للفاسكولار سيرجن هيشوف هو عايز يعمل ايه. دول الكام معلومه اللي كنت عايز اقولهم, انما لازم ناخد بالنا برضو ان برنسبل some injuries might not be salvageable. للاسف العين اتاخر, دخل في ischemic fixed changes او irreversible ischemic changes. تاني اللي بيحكم على الكلام ده هو الفاسكولار سيرجن. Patients must be made aware that there is high risk of amputation في الحالات اللي زي دي. تاني يا جماعه, هل انا كمحمود عبد الكريم لوحدي او محمد هاني او محمد حسني او اي حد فينا يقدر ياخد decision ده لوحده؟ Absolutely not. That decision, ودي pass or fail في الاكزام وpass or fail for interviews. A decision to perform early amputation should be made by CAM consultant اثنين. وده التايم الوحيد اللي شفت consultant بيبقى كبير جدا وsenior consultant ان شاء الله الفجر during my experience in UK كان بيستدعي consultant تاني لازم يجي معاه وياخدوا الاثنين الديسيجن سوا. Let this be another vascular surgeon, another orthopedic surgeon, دايما بيبقى orthopedic and vascular surgeon بياخدوا ده الديسيجن مع بعض. اوكي؟ فدي مهمه جدا جدا جدا. بليز يا جماعه ما حدش يتسرع في موضوع الامبيوتيشن بيزد اون سنجل كونسلتنت, كونسلتنت مش نايب سينيور. شايفين يا جماعه؟ ما ينفعش سنجل كونسلتنت, لازم اتليست تو كونسلتنت وبريفربلي يكون في انفولفمنت من بوث الاورثوبيديك سيرجنز والفاسكولار سيرجنز. انا اي وود اكتشولي انفولف از ويل ذا بلاستيك سيرجن, فيبقى عندي بلاستيك فاسكولار اورثوبيديك كونسلتنتس, الثلاثه يجمعوا على انه للاسف the best solution at this time would be the amputation. طبعا ده محتاج برضو محاضره لوحدها الليمب سالفج. What about the nerve injury? In principle
انا متاكد ان المحاضرات الثانيه اتشرحت لكم كويس جدا جدا. بس in principle في الاوبن فراكشر اني peripheral nerve injury identified at the time of surgery should be carefully documented. يعني لازم ندوكيمنت ونبقى عارفين وبعدين بيتحول للابروبريت سبيشالست. انما دلوقتي الحقيقه يا جماعه اي مستشفى كبيره بتمانج such challenging injuries hopefully هيكون عندنا حد من الاكسبرتس او عندهم الاكسبرتيز انه ممكن يديل مع البريفرال نيرف انجري ده immediately ويقدر يعمل له ريبير لو كان ينفع يتعمل له ريبير او هو شايف ان اللوكال وند كونديشن تسمح بهذا. ففي كل الاحوال اول ما نشك ان عندنا نيرف انجري يبقى لازم بنكلم ال هو ايفر ان شورت او نقول من المايكروفاسكولار تيم اللي هو بيبقى انفولد. ولو كان البلاستيك في المستشفى بتاعتنا هم اللي بيعملوا الكلام ده ندسكس معاهم عشان نبقى عارفين انه لو العيان ده نديله البيست شانس لو هو نقدر نعمله مانجمنت والسيركمستانس فيفربل يبقى يتعمل. اوكي طيب ايه الحاجه المهمه جدا جدا ودي برضو محتاجه محاضره لوحدها واحب انه اقترح على محمد هاني ان شاء الله انه برضو يبقى يخلي حد يشرحها لكم. الكومبارتمنت سيندروم must be looked for ودي مهمه جدا جدا. وانا صغير يا جماعه يعني قصدي جونيور كنت بفكر ازاي اوبن انجري وجايب جرح ويبقى فيه كومبارتمنت سندروم. احنا كلنا عارفين لازم يبقى الجرح مقفول. الحقيقه دي كانت يعني ساعتها بعدها قريت البيبر وعرفت ان الكومبارتمنت سندروم تخيلوا يا جماعه ممكن تحصل في وان اوف ذا بيبر قالت انها 9%. يعني اكتر واحد من كل 10 عيانين تو سمبليفاي هيبقى عنده كومبارتمنت سندروم واحنا ممكن نمس في الاوبن فراكتشر. وزي ما قلت طبعا بنعرف ازاي pain out of proportion pain on passive stretch etc. كل المعلومات اللي انتوا تعرفوها كويس جدا جدا عن الكومبارتمنت سندروم. اوكي فدي مهمه جدا. وبرده يا جماعه ما تنسوش تقروا الجايدلاينز اللي بقولها دي صفحه بالظبط او تحطها تعلقها عندك في الاستقبال diagnosis and management of compartment syndrome اللي معموله برده في بالبوست British Orthopedic Association standards for trauma. واكشلي انا ممكن بعد التوك ابقى اشيرت مع اي حد الفيو جايد لاينز دول سواء على الفيسبوك بالايميل وات ايفر يو لايك. اوكي مهم قوي يا جماعه ان احنا تو كونكلود الفيرست اكزامينيشن اللي احنا عمالين بنقول عليه انه اسسمنت اوف اوبن انجريز او بالذات بنقول هنا تيبيا لان هي ده البروتوتايب واكثر كسر اوبن كلنا اكثر اوبن انجري كلنا بنقابله. It should be the assessment should be systematic, careful, and repeated. وزي ما قلنا ليه بتريبيت؟ لأن ممكن دلوقتي في التايم ده كان النيوروفاسكولار ستيتس كانت اوكي وبعد شوية ديفلوب نيوروفاسكولار بروبلم أو وات ايفر. هو ما كانش عنده كومبارتمنت يدخل في كومبارتمنت فور وات ايفر ريزون. In order to identify established or evolving limb threatening conditions and to document the limb status prior to manipulation or surgery. وزي ما قلنا هنكزامن العين قبل ما المانيبوليت او نعمل ريدكشن او نستريتن لمب ونسبلنت وبعد ما نستريتن لمب او نالاين الكسر ونسبلنت. ده مهم جدا جدا جدا. ونعمل تايمد تايمد انتري دوكيومنتيشن ده هيبقى تايمد انتري في البيشنت نوتس. اوكي مهم جدا جدا. مهم قوي برضو قبل ننقل على النقطه الجايه ان احنا نبقى عارفين انه عاده الاوبن انجريز بيبقوا اسوشيتد باسوشيتد انجريز approximately 30% تلت العينين تقريبا هيبقى عندهم multiple injuries. فاحنا ممكن يكون عندنا open fracture series لازم تبقى واخد بالك ان واحد من كل ثلاثه تقريبا في العينين هيبقى معاهم other associated injuries. لازم تبص كويس جدا جدا على proximal or distal tip fib joints ان هم ممكن يبقوا disrupted. كلنا نركز على الميد شافت open tibial fracture او open tibial injury وننسى ان ممكن proximal or distal tip fib joints might be disrupted. ممكن يبقى معاه ليجامنتس ني انجري او ابسي لاترال فيمر وده ياما شفناه وبيبقى ده وان اوف ذا موست تشالنجينج انجريز اللي هو بنسميه فلوتنج ني. ودي ار كويت كومن كومنلي انكاونتر في الهاي انرجي فراكتشرز. الفوت فراكتشرز ار اولسو كومن. فبليز يا جماعه اول ما نلاقي اوبن تيبيال فراكتشرز ما ننساش ان واحد من كل ثلاث عينين اون افريج ممكن يبقى معاه اسوشيتد انجريز انكلودنج بروكسيمال ديستال تيب fib joints, ligamentous knee injury, femoral, ipsilateral femoral injuries, and foot fractures as well. Air radiographs or x-rays اللي هنطلبها العيان ده. Obviously, كلنا عارفين two orthogonal views. Please, يا جماعة, ما حدش يقبل بـAP view بس. لازم full length AP and lateral views. جايبين joint above and joint below from the knee to the ankle.
طبعا ده هتكوبي اند بيست وتطبقه على الباقي. احنا هنا بس بنتكلم تاني على تيبيا على اساس انها البروتوتايب او اكتر كسر كلنا اكتر اوبن انجري كلنا بنواجهه. Ankle views suggested to examine the mortise عشان لو شاكين ان عندنا مشكلة في المورتس. اوكي؟ فدايما two orthogonal views, two joints above and below. انا اسف تاني ان دي حاجات very basic بس تاني عشان نفكر نفسنا كلنا including our junior colleagues. ده كان اول سؤال الـ classification والـ injury pattern بتاعنا. تاني سؤال هنتسأله كلنا ونفكر فيه duration and choice of antibiotics. طبعا هو في اسئلة كتير بس انا زي ما قلت ال 10 commandments او from A to Z حاولت اغطي اهم 10 اسئله. لازم يا جماعه نعرف microbiologic backgrounds عن او microbiology backgrounds عن الopen fractures ان هي للاسف بيبقى associated مع wide range of organisms covering spectrum of gram positive gram negative organisms in addition to anaerobic bacteria including Clostridium tetani. ده مهم نعرفه ليه يا جماعه عشان واحنا بنوصف الانتيبيوتكس نبقى عارفين ان احنا هنا مش بنتعامل مع سنجل اورجانيزم وذر ده جرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف بس لا ممكن يبقى انيروبس انكلودينج كلوستريديوم تيتاني زي ما هنقول الديرتي وونز اللي هتجيلنا ممكن يبقى فيها كمان فيكال اور فارم يارد فلورا. ده مهم جدا جدا ان احنا نريكوجنايز ونتيك انتو كونسيدريشن. الكومبات كاجوالتيز اللي هم بيحتكوا بالحروب او الجان شوتس اتسترا ممكن كمان يبقى للاسف اسوشيتد مع دراج ريزيستنت ايروبيك جرام نيجاتيف اورجانيزم انكلودينج اسينوباكتر انكلودينج سودوموناس اند ايفن فانجاي. فالحقيقه لازم نبقى واخدين بالنا ان هنا الاوبن فراكشرز مايت بي اسوشيتد ويز ريلي كوايت ميكس تايبس اوف اورجانيزم كفرينج جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف انيروبس Clostridium tetani and even fungi زي ما قلنا. اوكي طيب التايمينج امتى هندي الانتيبيوتكس؟ السؤال ده بنتساله كتير كلنا باس اور فيل في الاكزام. ايه الاجابه النموذجيه؟ نشوف الليترشر يا جماعه من سنه في الكور كلينيكال اورثوبيدكس اند ريليتد ريسيرش ان 1989 بيتساكس ايتال او اند ويلكنز لقوا انه عملوا ستادي لقوا ان احنا لو ادينا الانتيبيوتيك if antibiotics were administered within او اقل من 3 ساعات الانفكشن ريتس هيبقى 4.7% انما لو اديناهم بعد 3 ساعات هيبقى الانفكشن ريت هيزيد هيبقى 7.4%. فعشان كده ده البيسس بتاعتنا كلنا لازم ندي المضاد الحيوي as soon as possible وايديالي اقل من 3 ساعات. انما في مور ريسنت ده كان سنه 1989 انما مور ريسنت ريتروسبكتيف ريفيو مهم جدا في الجي او جي 2015 الريتروسبكتيف ريفيو ده لقوا انه there is a statistically significant difference في الانفكشن ريت لما ندي المضاد الحيوي او الانتيبيوتيك ادمنستريشن within 66 minutes يعني تقريبا within 1 hour. فالاجابه النموذجيه we should administer the antibiotics should be administered ASAP as soon as possible and ideally within 1 hour of injury. وده اللي مكتوب في البي او اي والبابرس جايدلاينز في ديسمبر 2017. يبقى تاني لما حد يتسال السؤال ده when about the timing in open fractures the answer is it should be administered as soon as possible ideally within 1 hour of injury. طبعا مش هنجيب العين ونقعده ساعه وقبل الساعه بديان يدوله لا انت مع الايفالويشن بتاع العيان دايما بيبقى السيستم ان بليس تبقى مدي الانتيبيوتيك as soon as possible. بس لازم نبقى عارفين ان العيان ده عقبال ما جالنا احنا لازم نديله مضاد الحيوي اول ما نشوفه عشان ممكن يكون اخذ وقت عقبال ما حصل الترانسفير تو اور هوسبيتال. طيب نديه قد ايه؟ وده الكلام الكتير اللي عمالين بنتكلم على المضادات الحيويه ولغايه ما نفك الغرز في الـ ولا لا وهل دي جود براكتس ولا لا في الانجريز او البوست اوبراتيف العاديه. طب هل الاوبن فراكتشرز هتختلف؟ هنشوف. طبعا ما حدش بيدي لغايه ما نفك الغرز، الكلام ده غير صحيح اكوردنج تو ذا نيو جايد لاينز، وطبعا دي لي محاضره لوحدها عن الانتيبيوتكس. بس بالنسبه للاوبن فراكتشرز اكوردنج تو ذا جايد لاينز هتلاقيني جايب في الاسئله المختلفه ماسك شويه جايد لاينز اتكلموا عنها. هنتكلم تاني عن البابرس والبي او اي جايد لاينز. تايب 1 fractures should not be treated beyond 24 hours and certainly not beyond 48 hours. تخيل يعني تايب 1 ما تديش اكتر من 24 ساعه او ماكسيمم 48 ساعه.
Type 2 and 3 should be continued. بنتكلم على antibiotics until definitive soft tissue closure or for a maximum or 72 hours, whichever is short. يعني actually أقصى حاجة في type 2 and 3, 3 days or 72 hours. This may have to be modified with regards to timing of debridement. Okay, يعني on case by case basis, لازم تعرف debridement عمل إمتى would modify accordingly. طيب, هل الكلام ده البابرس بس أو DOA مع بعض عينينه؟ لا. حبيت أشارك معاكم another guideline طلع من the Eastern Association for Surgery of Trauma, East Guidelines أو East Working Group Guidelines اللي هي 2011. لا, كاتبين بقى حاجة similar جدا لل BOA. Type 1 and 2, maximum of 24 hours after successful wound closure. Type 3 should be until soft tissue closure or for a maximum, تاني for a maximum أنا آسف الأنيميشن في ال... بس هرجع أصلحها. In type 3 fractures, antibiotics should be given until soft tissue closure or for a maximum of 72 hours, whichever comes first. But this is very important. طب ليه يا جماعة عمالين بنستريس إن هو 24 ساعة أو أقصى حاجة 72 ساعة أو until soft tissue closure, whichever comes first. ليه كده؟ عشان إحنا بخلة؟ لا. عشان no additional benefit has been found. لو ادينا المضادات الحيوية after 3 days, and actually ودول معرضين جدا جدا للانفكشن, فانت هتبقى محتاج ان ما يحصلش ريزيستنس. لقوا انه مع البرونج كورسز اوف انتيبيوتكس اكشوال العيان ده بيديفلوب ريزيستنس انفكشن. وللاسف عندنا في مصر بدانا نلاحظ الكلام ده كويس جدا. كام واحد بص في كلتشر ولقى كله ريزيستنت ريزيستنت ريزيستنت, وبدانا نشوف ا لوت اوف ام دي ار او مالتي دراج ريزيستنت اورجانيزم, وبنبقى كلنا محتارين ندي ايه وما نديش ايه. No additional benefit has been found after 3 days. This is very important. And also quite a few resistant infections started to be recognized or developed مع prolonged courses of antibiotics. الحاجة التانية اللي كنت عايز أقولها إنه according to the second international consensus meeting, تاني more or less the same, type 1 and type 2 at least 24 hours, type 3 ممكن 72 hours, or 24 hours after closure. لو جينا نبص هنا يا جماعة الagreement اللي كان حاصل, أنا شرفت بأن أنا حضرت كنت one of the delegates of this international second international consensus meeting on musculoskeletal infection in addition to quite a few of my dearest colleagues including my dear brother وائل سمير, إبراهيم الجنزوري, أسامة حسن, دكتور أيمن بيع بيب, يعني كذا حد من مصر الحمد لله حضرنا الميتنج ده. The level of evidence اللي اتقال على الايتم ده انه moderate والdelegate votes 100% agreement, يعني every single delegate اللي عملوا voting لthis item وافقوا كلهم. فتاني ده in lines مع او in accordance او in agreement مع ال guidelines اللي احنا كنا لسه قايلين. Regarding بقى antibiotic choice, accordingly the East Working Group guidelines اللي كنا لسه بنقولها, type 1 and 2 هنلاقيهم بيدوا السيفازولين 2 grams اللي هو يعتبر first generation every 8 hours. اوكي, يبقى تاني احنا قلنا في type 1 and 2 according to them بيتاخد الانتيبيوتكس على مدار لمده 24 ساعه. type 3 بيبقى maximum 72 hours زي ما قلنا. طب ايه نوع المضاد الحيوي اللي هنديه في type 1 and 2؟ هنلاقيهم بيدوا السيفازولين. في السوق المصري ده يعتبر first generation. في السوق المصري ايه الاسماء اللي معروفه منه for example اللي بيجي على بالي او اغلب الهوسبيتالز بيجيبوا زينول؟ ده مش اعلان يا جماعه بس ده الاسم اللي انا عارفه عشان اذا حد سال نلاقيه فين, وبيتاخد 8 اورلي. تايب 3 بيبداوا اكوردنج للجايد لاينز دي يزودوا معانا كمان الجنتامايسين, يبقى السيفازولين اند جنتامايسين. ليه؟ لان تايب 3 بيبقى اسوشيتد مور مع جرام نيجاتيف اورجانيزم. طيب تاني سيفازولين 2 جرامز بير 8 اور افري 8 اورز. تايب 3 سيفازولين ان اديشن تو الجنتامايسين. What about the PAPRAS guidelines? هنلاقي ان هم بيدوا حاجات تانية بس برضو very similar. ممكن يدوا الكوأموكسيكلاف او اللي هو في السوق المصري اسمه اوجمنتين 1.2 جرام every 8 hours, او كيفيوراكسين. كيفيوراكسين ده second generation كيفيروسبورين 1.5 جرام 8 hourly. وانا مطالب ان انا احفظ الكلام ده, لو انت مع البراكتس كل يوم بتبراكتس اوبن فانت خلاص هتحفظ, انما لو عندك اي قلق انك ممكن تنسى هتخليه على الموبايل بتاعك او تعلقه على الحيطه في الامرجنسي ديبارتمنت او في الوورد بتاعك. يبقى كوامكسكلاب 1.2 جرام every 8 hours,
اوركيفيوراكسيم اللي هو سكند جنريشن كيفالوسبورينز 1.5 جرام بير 8 اورز. بحب اقول لكم الاسماء بتاعتهم اللي في السوق. ده منه كيفيوراكسيم، في منه زينات اعتقد، والكوموكسيكلاف اللي هو في منه الاوجمنتين. وده لغايه امتى؟ كونتينيد انتل فيرست ديبرايدمنت. ات ذا فيرست ديبرايدمنت بنزود هنا، سواء استخدمنا كوموكسيكلاف او الكيفيوراكسيم، بنزود عليهم الجينتامايسين 1.5 ملغ بير كي جي. اوكي. وبعدين اكوردنج للبابراس برضو بيقولوا انه جينتامايسين ان ايذر فانكومايسين 1 جرام او تايكوبلانين 800 ملغ اون اندكشن اوف انستيزيا at the time of skeletal stabilization and definitive soft tissue closure. يبقى انت اديته لغايه الفيرست ديبرايدمنت من اول عين ما جالك، وبعدين جيت عند الفيرست ديبرايدمنت زودت الجينتامايسين، وبعدين عند التايم اوف ديفينيتيف سكيليتال ستابيلايزيشن وديفينيتيف سوفت تيشو كلوجر بتزود كمان ايذر فانك 1 جرام اور تايك او تايكوبلانين 800 ملغ. اوكي. اكوردنجلي برضه البابرس والجايد لاينز المختلفه هنلاقي ان عندنا عيانين بيبقى عندهم بنسلين اور بيتا لاكتام سنسيتيفيتي، ودي مهمه جدا جدا يتعمل لهم تحليل وناخد هيستوري منهم، ده مهم جدا. فور بنسلين اور بيتا لاكتام سنسيتيفيتي هندي مضاد حيوي مشهور جدا اسمه كليندامايسين 600 ملغ كل 6 ساعات، اللي هو موجود في السوق تاني اسمه ايه عندنا؟ طبعا في انواع تانيه، ده الاسم اللي انا حافظه والله ما بعمل بروموشن ولا حاجه. طيب عندنا عيان نون ام ار اس اي في المستشفى، جالنا ان احنا عارفين ان في نون ام ار اس اي كولونايزيشن، ساعتها بنديله ايه؟ بنقعد فانكومايسين. انا اسف تاني يا جماعه الانيميشن. يبقى فور بنسلين اور بيتا لاكتام سنسيتيفيتي هندي العيان ايه يا جماعه؟ كليندامايسين 600 ملغ بير 6 اورز ان بليس اوف كيفالوسبورينز او اوجمنتين. طيب عندنا نون ام ار اس اي كولونايزيشن، يبقى عندنا الفانكومايسين الجرعه دي 15 ملغ بير كي جي بير 12 اورز. طب عندنا نون فيكال كونتامينيشن اور فارم انجري، لو احنا بناخد هيستوري للمكان اللي حصل فيه الاوبن انجري، ساعتها هنكونسيدر اديشنال هاي دوز بنسلين فور كليستريديوم بروفيلاكسس. ده اكوردنج للايست جايد لاين، دي مهمه جدا جدا جدا. اوكي. طيب حبيت اشارك معاكم حاجه ثانيه لقيتها، الكتاب بتاع الاي او ثيرد اديشن اللي انا قلت لكم عليه، كان لقيت مكتوب ديفرنت تايبس اوف انتي بايوتكس، فانا الحقيقه حطيتها على هيئه جدول عشان برضو اللي عايز مننا يحطها في الاستقبال، فده اديتد من الثيرد اديشن. هنلاقي ان في سنترز بتعمل سنترز وداوت كونسيرنز ريجاردنج سي دي اي او كلاستريديوم ديفيسيل انفكشن اور مايلد بنسلين الرجي، هتلاقيهم بيدوا نفس القصه فيرست اور سكند جينيريشن كيفالوسبورينز، وده بري اوبراتيفلي، ولما نبدا نشتغل بري اوبراتيفلي لغايه الديبرايدمنت وبعد كده بيدوا برضو فيرست اور سكند جينيريشن كيفالوسبورينز ات اندكشن، كونتينيو مع تاني فيرست اور سكند جينيريشن كيفالوسبورينز ريجولرلي لغايه برضو حوالي 24 ساعه. طيب في بعض السنترز بقى عندهم، انا ليه حاطط الجدول دي؟ لان في بعض السنترز ودي نقدر نعرفها في المستشفيات بتاعتنا، اذا لاحظنا ان العينين دول بيجي لهم كلاستريديوم ديفيسيل انفكشن من الكيفالوسبورينز، فبداوا ويجي لهم طبعا one of the signs او symptoms هو الدايريا الى جانب الاذر symptoms، بيدوا لهم بري اوبراتيفلي ان بليس اوف سكند فيرست اور سكند جينيريشن كيفالوسبورينز بيدوا لهم كوموكسيكلاف اللي هو الاوجمنتين او الاوجمنتين. In addition, perioperatively, co-amoxiclav plus gentamicin at induction will continue co-amoxiclav لغايه ال 24 ساعه اللي قلنا عليها. البيتا، الناس اللي عندهم بيتا لاكتام الرجي زي ما قلنا، ايه المضاد الحيوي اللي احنا محتاجين نديه لهم؟ الكليندامايسين او دالاسين سي 600 ملغ 6 اورلي زي ما قلنا لغايه الفيرست ديبرايدمنت، وبعدين بيكمل عليه 24 ساعه. فالسلايد دي نطلع بيها ان في بعض السنترز اكوردنج للكونسيرنز اللي عندهم، لو عندهم concerns regarding Clostridium difficile infection ممكن بن replace او بن substitute ال first or second gen cephalosporins بن غيرهم بالكو اموكسيكلاف. اوكي. Type 3 fractures ايه اللي بنعمله؟ according لل PAPRAS وال BOA guidelines هندي هنا الكو اموكسيكلاف او كيفيروكسيم، وقلنا بنزود الجينتامايسين at the time of debridement. According to the East Working Group بنزود الجينتامايسين، وعرفنا ليه بنزود هنا الجينتامايسين؟ عشان الجرام نيجاتيف كفرج. يبقى تاني according to the Papras بنكمل على نفس الحاجه in addition الجينتامايسين at time of the debridement، ده كنا قايلينه already. وال East Working Group بتزود في السيفازول مع السيفازولين في الثيرد في
في الـ grade 3 الجنتاميسين for gram negative coverage، وده مهم جدا. تاني عملت لكم جدول من الشابتر بتاع الاوبن انجريز او الاوبن فراكتشرز في الثيرد اديشن في الاي او، هو مكتوب وعملت لكم التيبل دي. هنلاقي هنا يا جماعه كاتبين حاجات ثانيه، لو سنترز وداوت كونسيرنز، لانهم بيدوا كمان ميرفينم او ميرينم اللي هو الميرينم، وممكن بيزود عليه بلس جنتاميسين في البري اوبراتيف انتيبيوتيك بروفيلاكسيس لغايه ما يكفر لغايه 72 ساعه. طيب لو عنده كونسيرنز regarding في المستشفى regarding Clostridium difficile، هنلاقي مضادات حيوية تانية زي Piperacillin والTazobactam. ده actually بيستخدم تاني في some places أو some countries like UK. فالبيتا لاكتام allergy ممكن تلاقي other agents زي Ciprofloxacin, Metronidazole, Tycoplanin. تاني يا جماعة حاطط الجدول ده مش عشان ألخبطكم، احنا أغلبنا هيدي Cephalosporins أو Augmentin إلى جانب الجنتاميسين والحاجات التانية اللي احنا قلناها، بس حبيت اشارك معاكم ان هو في بعض الاماكن بيبقى ليهم سبيشال جايد لاينز اكوردنج لللوكال هوسبيتال سيركمستانسز، وده كمان بيتقال ان ممكن تستخدمه في الجروسلي كونتامينيتد اوبن فراكتشر زي الفارميارد انجري او الاوبن بلفيك انجري تاني. اوكي، مهم قوي انك تعرف انك تحدد الانتيبيوتكس. عاده ديسايدد التشويس اوف انتيبيوتكس ديسايدد اكوردنج تو لوكال انتيمايكروبيال بروتوكول اند استابليش جايد لاينز. ودايما يا جماعه كلنا هنلاحظ في المستشفيات الكبيره او اغلب المستشفيات هتلاحظ مع الوقت انه بيطلع لك انتي بايوتكس سنسيتيفيتي في الكالتشر والسنسيتيفيتي السنسيتيفيتي بروفايل بيتغير، فانت تبدا مع الوقت احنا عندنا هنا نون ام ار اس اي كولونايزيشن في الهوسبيتال بتاعتنا، او عندنا اغلب الاورجانيزم بتبقى سسبتبل او سنسيتيف لحاجات معينه، وده اللي بيتسمى بالانتي بايوجرام. ومهم قوي انه مع الانفكشن كنترول تيم اللي عندك او الانفكشن ديزيز سبيشالست تدسكس في الهوسبيتال اللي عندك ايه احسن سنسيتيفيتي او ايه السنسيتيفيتي بروفايل بتاعك او ايه الكومنس اورجانيزم اللي بيشوفوها في المستشفى بتاعتنا. انما ان جنرال زي ما قلنا في اتفاق عام مع اغلب الجايد لاينز ان احنا عندنا الانترافينوس كو اموكسيكلاف او الاوجمنتن اور الفيرست اور سكند جن كيفالوسبورينز in addition للجنتاميسين مع تايب 3 زي ما قلنا. They might supply adequate gram positive as well as gram negative cover مع بعض. اوكي؟ طيب. When should tetanus prophylaxis be given؟ الحقيقه السلايد دي انا واخدها من برزنتيشن لزميلي العزيز دكتور الاستاذ دكتور عمرو عرفه. كان قدم الانتيبيوتيك سكوب ده وكان عامله حلو جدا في الاوبن فراكتشرز في السيمينار اللي عملناه في القصر العيني من كذا سنه. احنا هنا ما ننساش انه لازم according للايست جايد لاينز في 2011 ندي انتيبيوتكس اجينست انيروبس انكلودنج ذا كلوستريديا، وده البنسلين جي زي ما قلنا لازم نبقى اوير بي وندي. طيب امتى بقى ندي التيتانوس توكسايد؟ عشان ده سؤال مهم جدا. وين؟ لما يكون عندك دي فيتالايز وونز، يكون عندك فارميارد او بارميارد كونتامينيشن، او عندك ديلي according للايست جايد لاينز بيقول لو عندك ديلي لغايه من 8 ل 24 ساعه بيفور التريتمنت. ايه اللي هتديه بالظبط؟ هتاخد هيستوري من العيان، لو كان عارف العيان ده ويل نون او هو متاكد ان هو immunized in the past 5 years ساعتها بتدي له بوستر دوز، ده اللي انت محتاجه. طيب it's not known او not definitely immunized in the past 5 years ساعتها بتدي له التيتانوس توكسايد in addition to the immunoglobulin. يبقى تاني لو عارفين ان العيان ده immunized in the past 5 years هتدي له بوستر دوز، او not immunized in the past 5 years يبقى بتدي له tetanus toxoid in addition to immunoglobulin. ودي مهمة جدا، أنا حبيت أختصر لكم السلايد دي. طيب ثالث سؤال مهم جدا، أول ما نقابل open fracture أو open injury زي ده، do I need to get out of bed in the middle of the night؟ يعني الجونيور ريزيدنت قال لك إنه العيان ده عندنا open injury وده جاي لك الساعة 2 بالليل أو 1 بالليل بعد الميد نايت، هل هتروح تعمله ديبرايدمنت حالا؟ طيب هنشوف اجابه السؤال ده. كلنا يا جماعه زمان كنا بنسمع ان العيان ده لازم يتعمل له ديبرايدمنت في الاوبن فراكتشرز within 6 hours. انتوا عارفين يا جماعه الرول ده كان جاي منين؟ من ستدي معموله سنه 1898 وواحد اسمه فريدريك اللي كان عاملها، وتخيلوا الستدي دي يا جماعه قديمه جدا 1898 معموله على جينيا بيكس ما كانتش على هيومن يعني، وده ايه الايفيدنس بتاعنا كان ايه؟ كان انه
لما اتعملت الاستادي دي على الجينيا بيجز لقوا انه when the debridement was performed within 6 hours all animals remained healthy. يبقى تاني ال 6 hours rules ده quite historical nowadays لانه كان معمول 1898 وزي ما قلنا كان معمول على animals اللي هو الجينيا بيجز. استادي تانية سنة 73 برضو quite an old study عن الرابد bacterial screening and treatment of أنا آسف rapid bacterial screening and the treatment of civilian wounds ودي كانت معمولة سنة 73 found that open fracture infection threshold was reached within a mean of 5.17 hours يعني تقريبا ال 6 hours فكل ده كان وراء ال 6 hours rules. طب تعالوا نشوف بقى I dig into the literature the more recent literature في article مهم جدا بس هختصره على طول في Journal of American Academy of Orthopedic Surgeons عن the urgency of surgical debridement in the management of open fractures وده كان طالع جولاي 2008 هتلاقي فيه studies كتيرة جدا حاولت اختصرها prospective and retrospective studies كان فيه negative correlation انه مش مهم او ان انا اعمل within 6 hours وكان في ريتروسبكتيف كل دي الاستاديز اللي انا اختصرتها هتلاقي السنين بتاعتها مكتوبه في البيبرز دي زي ما احنا شايفين. طيب انما في ستاديز ثانيين كانوا في بوزيتيف ريليشن شيبس وليها شويه ليميتيشنز. طيب لقيت الاستاديز دي كتيره انا حبيت بس اوري لكم انك لو قريت الليترشر هتلاقي ستاديز سبورتيف كده وستاديز سبورتيف كده. I found more studies with negative relationship. However, the article اللي كلنا لازم نبقى عارفينه أو I recommend إن كلنا لازم نعرفه a very nice systematic reviews review من one of our dearest colleagues سمير مهتا في الAO في الـ JBJS American وكان الارتكل ده العنوان بتاعه Does timing to operative debridement affect infectious complications in open long bone fractures وكان طالع سنة 2012 وده واحد من أهم reviews اللي I came across ال results وال conclusion بتاعة ال article ده كانوا حوالي 16 studies 16 studies including prospective and 10 retrospective cohort studies total of more than 3,500 open fractures more than 3,500 500 open fractures وجد ال article ده no significant difference in the infection rate when all infections are considered only deep infections only more severe open fractures were considered يعني في كل دول وجدوا انه no significant difference and on the basis of this analysis the historical 6 hour rule has little support in the available literature معنى كده ان احنا مش لازم ندبرايد العيان within 6 hours ايوه بس هل ده معناه ان انا هديلي يعني هركن العيان بقى يومين ثلاثه absolutely not اللي احنا كنا بنناقشه ده دلوقتي عايزين نوصل لكونكلوجن مهم جدا according to different guidelines neither emergent intervention in the absence of physiologic stability او adequate staff support او resources nor prolonged elective delay is supported يعني ايه الجملتين دول؟ يعني عيان جالنا الساعه 2 بالليل وانت عارف ان الظروف المستشفى بتاعتك مش هيبقى عندك enough nursing staff enough residents ما عندكش حد expert you provide adequate support ويعمل debridement ما تعملوش provide انك تقدر تعمله الصبح بدري في في التروما ليست عشان توفر ظروف احسن اوكي يعني مش هنأجله واحنا قاصدين لا neither emergent intervention لو العيان بتاعك مش physiologically stable طبعا unless ان هو عنده مثلا pelvic fracture ومحتاج تدخله تعمل له external fix يعني other parameter او محتاج الجراحه يفتحوه طبعا طالما هينام هتعمله debridement انما قصدي في الايسوليتد انجريز طالما ان ما عندكش ادكوت ستاف سبورت او ريسورسز ممكن تعمله بروفايدد كمان انك عندك الصبح تروما ليست ما هو افرض ان ما عندكش ديديكيتد تروما ليست الصبح مش هتاجله يوم كامل او يومين ما ينفعش. So neither emergent intervention in the absence of physiologic stability adequate staff support and resources nor prolonged elective delay is supported. In my hands I would do it ASAP طالما الظروف مواتيه وطالما ان انا اقدر اديله الادكويت او الاوبتيمم كير. هل في indications للاميديت سيرجيكال اكسبلوريشن اللي هو ما ينفعش تقول لا ما انا هستنى للصبح؟ طيب وده سؤال مهم جدا برضه باس اور فيل في الاكزامز والانترفيوز. امتى indicated انك لازم تعمل immediate surgical debridement؟ Obviously لو في gross contamination of the wound لو في marine agricultural sewage contamination again الكلام ده بقوله accordingly البابرس guidelines
compartment syndrome obviously مش هنستنى عليها. لو العيان عنده vascular injury obviously this is surgical emergency وساعتها لازم تعمل debridement. And also some authorities might suggest including the buprous LBOA اللي هو multiply injured patient. يبقى تاني immediate surgical exploration, gross contamination of the wounds, marine agricultural or sewage contamination, compartment syndrome, vascular injury, and multiply injured patient. الخمسة دول مهمين جدا 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 نبقى عارفين. Who would do the debridement? By senior orthopedic and plastic surgeon. يعني يا جماعة ما ينفعش زي ما بنشوف ساعات ان هو يتساب اصغر واحد يعمله. This is absolutely incorrect practice او inappropriate practice I would say. لازم الموست سينيور اللي موجود هو اللي يعمله ويكون حد عمل debridement كتير ويقدر يعمل proper debridement. How would you do the debridement? كلنا عارفين بقى الرولز بتاعت proper debridement. Debridement يساوي الاول انك لازم تعمل skin extension بتاعنا ويساوي proper exposure. ناخد بالنا يا جماعه ممكن يكون الجرح 2 سم او 3 سم او whatever بس يكون وده بنسميه الزون بتاعت الووند او soft tissue injury. انما لازم نكستند ال بيوند الووند بتاعنا لو هو 2 3 سم زي ما قلنا. في حاجه اسمها زون اوف انجري نكستند الانسيجن بتاعنا proximally and distally عشان نappreciate ال true extent of the soft tissue injury واللي بنسميها الزون اوف انجري. دي مهمه جدا جدا. طيب هنكستند لفوق لتحت فوق وتحت طبعا لو محتاجين. هنكستند لورا لقدام ازاي؟ ده لازم نكون كلنا عشان كده اللي يعمله سينيور يكون مدرب كويس جدا جدا along the facial planes. ليه؟ عشان الفاشيوتومي لاينز بتاعتنا اللي بعدين لانك ممكن تحتاج انك تعمل له فاشيوتومي. فيبقى احنا لازم نبقى عارفين هنكستند الجرح بتاعنا proximal وديستال عشان نعمل proper exposure of the whole zone of injury. اوكي؟ طيب. مهم قوي ان احنا نمشي from superficial to deep systematic way of examination and the debridement ومن ال periphery للcenter مهم قوي including the skin نعمله debridement الفات and fascia subcutaneous fat والفاشيا وبعدين ننزل لغايه المسل نعملها proper debridement. وازاي نحكم ده مهمه جدا 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 الاربعه سي اللي كلنا نعرفهم او الكالر based على الكالر بتاع المسل الكونتراكتيليتي تاني سي الكونسيستنسي بتاعت المسل والبليدنج كاباسيتي او الكاباسيتي تو بليد ده اللي بنقدر نفرق الديد او الاسكيميك مسل من الهيلثي مسل واحنا بنعمل الديبرايدمنت. طب البون بنعمله ديبرايدمنت طبعا. We have to remove the evascular contaminated fragments and protect the soft tissue attachment. يعني ما نحاولش اي عظم ليه soft tissue attachment لازم نبريزرف. طيب كلنا بنمر علينا السؤال الصعب ده قوي. طب الكي بون فراجمنتس الكبيره هل دي نشيلها ولا نحطها؟ دي اختلف فيها الفقهاء. انما whenever in doubt, whenever you don't have any soft tissue attachment لدي لازم تفكر انك غالبا هتحتاج تشيلها. تاني يا جماعه انت لو سبتها ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل infection. انت لو شلتها ممكن يبقى في big bone defect. وده عشان كده لازم تشارك الديسيجن ده مع حد تاني سينيور متعقم معاك انه انت تقدر تعالج البون ديفكت ده بعدين ببون ترانسبورت او باوجمنتيشن او بجرافت او وات ايفر ماسكولي تكنيك. انما لو حصل انفكشن غالبا هتبقى صعب جدا انك تعالج. طيب في دايما تيست معروف اسمه تاك تيست ده معروف ومكتوب في ديفرنت جايد لاينز. لوز فراجمنتس اوف بون ويتش فيل ذا تاك تيست ار ريموف. ده ممكن تتسائل فيه يعني ايه تاك تيست؟ بتجيب يا بصوابعك يا الا باي فورسبس او وات ايفر واللوز فراجمنت دي تبدا تشد عليها جنتلي كده تشوفها بتخرج معاك بسهوله ولا لسه ليها بروبر سوفت تيشو اتاتشمنت. اي حاجه هتخرج معاك بسهوله دي لوز لو سمحت شيلها عشان ما يحصلش انفكشن. فده مهم جدا جدا جدا. كمان الفراكتشر اندز او لارجر فراكتشر ويتش فيل تو ديمونستريت ساينز اوف فيابيليتي احسن بليز ريموف. نيجي بقى للارتيكولار سيرفس وده سؤال صعب جدا جدا ولازم نقعد بقى نتناقش ويبقى فيه تو سينيورز موجودين ونتكلم لان في ناس بيقولوا ان ده دي ما تقدرش تريبليس. ومع هذا يا رب ما نتحط في موقف ان يبقى فيه لارج بون فراجمنت على مستوى الجوينت لانه ده بـ 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 ممكن يودي لو سبته ممكن يؤدي الى انفكشن بس كمان اذا شلته ده مش هتقدر تري كونستراكت. اوكي؟
Whenever soft tissue viability or adequacy of debridement is questionable, please do repeated debridement. Repeat debridement is necessary. ده مهم جدا جدا جدا. يعني مش معنى ان احنا عملنا debridement مش هنحتاج نعمله بعد يومين او بعد يوم، حتى even every 24 hours لازم تاكزامن وتشوف محتاج debridement تاني ولا لا. Usually second look بننزل عيان بعد 48 ساعة نعمل له second look debridement. تاني اهم حاجات في النقطة بتاعت debridement, it should be done by senior orthopedic and plastic surgeons. This is the most important and critical step اللي هتdetermine ال outcome بتاعنا. وعشان كده ما نسيبهاش لو سمحتوا للموست جونيور يعملها، دي مهمة جدا جدا. Whenever soft tissue viability or adequacy of debridement is questionable, please go for repeat debridement. لأن ساعتها repeat debridement is quite necessary. طيب نيجي للسؤال الرابع، مهم جدا. Irrigation، كلنا عارفين solution to pollution is dilution. كلنا عارفين الstatement دي ودي مهمة جدا جدا. أنا حبيت النهاردة أناقش معك السؤال ده regarding the choice of solution، هنغسل بإيه، the optimal amount، will delivery method or pressure. دول أهم ثلاث أسئلة هتتسأل فيهم في الامتحان وفي real life practice هتتعرض لهم. أنهي solution هغسل بإيه، the optimal amount و delivery method or pressure اللي أنت بتحتاج تستخدمه. Choice of solution to summarize، بعد ما قريت كذا guidelines وكذا article، وجد أن النورمال سيلاين النورمال سيلاين هو recommended by different studies and different guidelines. No conclusive evidence for use of antibiotics and antiseptics. عشان اللي منكم هيحب يزود ويقول انا بضيف antibiotics او بضيف antiseptics, that's fine. بس عايز اقول لكم ان no conclusive evidence for its use. And actually some studies showed or some guidelines showed ان في some concerns about toxicity and adverse healing effects. يبقى تاني مش اننا نزود ان احنا نحط مثلا بيتاداين واحنا بنغسل او مايت اوكسجين، لان الاسئله دي بنتسالها كتير عشان ننظف اكتر. لا، نورمال سيلاين از جاست ريكومندد باي كوايت ا فيو ارتكلز وستاديز، من ضمنهم الارتكل مهم جدا جدا اللي انا كاتبه تحت باي بانداري ايتال فلو ستادي وانذر ستادي ان 2007 وديفرنت جايد لاين بتريكومند نورمال سيلاين. No conclusive evidence for use of antibiotics and antiseptics or hydrogen peroxide. وفي actually some concerns about toxicity and adverse healing effects. يعني لقوا ان انت لما بتزود الانتيبيوتكس ممكن actually بتاثر وبتعمل adverse healing او inflammatory changes في الwounds. طيب الفوليوم قد ايه؟ على طول يا جماعه في a very nice paper او very important paper by Angelin et al. in Journal of American Academy of Orthopedic Surgeon in 2001. هنلاقي ان جريد 1 او جاستيلو 1 بيبقى تايب 1 3 لتر 3 لترز، وبعدين جاستيلو 2 6 لترز، وبعدين جاستيلو 3 9 لترز. اشمعنى دي؟ لان هي اكشولي ستادي دي كانت بيزد ات ذا تايم اون وايد سبريد افيلابيلتي. عارفين ال 3 لتر باكس اي لاف ذيم سبيشالي ونيفر اي دو واش اوت او حتى في المفاصل، عشان انا على طول بستخدم البالس لافاج زي ما هنقول، بس ده في المفاصل. فعشان based على ال widespread availability of B3 liters back ال study دي ورت ان انت type 1 simply 3 لتر، type 2 6 liters، type 3 9 liters. انما في ناس بيغسلوا ب 10 liters للجاستيلو 3، ف feel free to do that. اوكي. Okay. طيب هنستخدم انهي pressure feel؟ high pressure اللي هو الغالي اللي هو البالس لافاج اللي كلنا انا شخصيا بستخدمه. انا ما فيش الحمد لله لغايه دلوقتي unless انه مثلا في حته الهوستل كود نوت افورد او البيشنت كود نوت افورد، انا بستخدمه في كل المفاصل. لو طلت استخدمه في every single operation في المفاصل هستخدمه، والحقيقه الحمد لله الحمد لله بستخدمه على طول. انما نيجي بقى الاوبن فراكشر، هل هو indicated؟ الحقيقه quite a few studies او different guidelines show that ان هو it's known to cause damage to the bone والsoft tissue and interfere with healing both on the macroscopic as well as the microscopic level. ده مهم جدا جدا. وتلاقي مع الهاي بالس بريشر ده ان هو درايفز كونتامينانتس انتو ديبر تيشوز، وده الريكومنديشنز بتاعه الجورنال اوف امريكان اكاديمي 2010. زي ما قلت يا جماعه تحت كل سلايد هتلاقيني كاتب لكم الارتكل اللي انا كوتنج منه الفريزز او الريكومنديشنز دي. طيب بلاش هاي بريشر، ايه الايفيدنس لو بريشر؟ الحقيقه ازاي الاول بنعمل لو بريشر؟
traditionally delivered في بعض المستشفيات او بعض المناطق بيبقى فيها البالب سيرنج دي ممكن تعملها. ممكن مجرد السهله جدا انك تعلق على عمود وتبقى نازل منه elevated back and giving sit زي ما كلنا بنعمل. ممكن cystoscopy tubing. وده لقوا انه في different studies ان low pressure lavage equivalent in decreasing the bacterial loads زيها زي high pulse pressure. يبقى تاني تقدر تعمله ده اولا هو cheap cost effective وتلاقي في الستاديز انه quite equivalent زيه زي ال high pulse pressure او pulse lavage in decreasing the bacterial loads. واكشوالي ما لهوش disadvantages اللي قلناها قبل كده. فاكرين لما قلنا انه تاني might cause damage to the bone soft tissue interfere with healing on both on the macroscopic as well as the microscopic. In addition it might drive contaminants. التاني ما فيهوش الكلام ده. اولا cheap وكوست افكتيف ولقوا ان هو ايكوفالنت ريزلتس. فكلنا يا جماعه يا ريت نستخدم. طيب حد تاني مستعجل, لا انا عايز اعمل بسرعه ويبقى اندر بريشر واجيب السرنجه واقوم حاقن ال50 عشان اخلص, انا عايز انام. عرفتوا ليه يا جماعه ان احنا نعمله ان بروبر تايم, كل الناس صحيه كل الناس فايقه unless في انديكيشن لايميديت ديبرايدمنت زي ما قلنا قبل كده. اوكي برضو تاني سلايد من second international consensus on musculoskeletal infection. I came across this recommendation. What about the volume? بختصر بيه بقى حتة الirrigation والvolume والcomposition. بيقولوا ايه according to guidelines انه irrigation open fracture should be performed with normal saline, تاني with normal saline and gravity flow اللي هو low pressure. يبقى normal saline is more than enough و gravity flow. من 3 ل 9 from 3 to 9 liters is a reasonable volume to use زي ما قلنا. واكوردنج للستادي اللي كنا قلناها تايب 1 ممكن 3 liters, تايب 2 6 liters, تايب 3 9 liters. طيب نقاب مضادات نقاب other agents like bactericidal washes like chlorhexidine, povidone, iodine, etc. هم according to them بعد systematic review اللي اتعمل او review اللي اتعمل للليترتشر have not been adequately studied in orthopedic trauma patients. But basic science studies raise concerns that they might have damage, damage tissues زي ما قلنا قبل كده. تخيلوا يا جماعة recommendations in normal saline, gravity أو low pressure, 3 to 9 liters من غير ما تقاد أي bactericidal washes. لقوا أن الagreement في consensus دي كان الagreement بين الdelegates 100%. وكانت unanimous consensus أو strongest consensus 100% وافقوا على الكلام. طيب ما تنساش بعد ما تعمل debridement أن أنت بتreclassify بعد ما تعمل debridement. فاكرين يا جماعة ما قلنا classification بيتعمل at the time of debridement وtreclassify بعد ما تعمل debridement. بفكركم تاني بالجدول الشهير بتاع الجاستيلو أند أندرسون, type 1, type 2, type 3 بيتقسم ل A, B, C وكنا زودنا لل 3B plus also اللي قلنا one axial vessel is patent. طيب stabilization هنعمله بايه؟ الحاله دي courtesy of دكتور وائل طه from the AO International, one of our dearest friends واللي انا اتعلمت منه كتير جدا جدا جدا. واحنا بنشرف we are all very proud ان هو the chairman of AO Tech Education worldwide. اول حاجه الاكسترنال فيكسيشن, هل لي رول في الاوبن فراكشر؟ ده مكانه. اولا بيساعدني جدا ان اعمل بروبر سوفت تيشو مانجمنت, بالذات ان على طول دول بيبقوا اسوشيتد وذ سوفت تيشو انجريز. ان سيفيرلي كونتامينيتد كيسز في الاكستنسيف بون لوس, وزي ما هنشوف ان هو ممكن بيستخدم هنا في الحالات اللي زي دي تمبري, او لو احنا هنستخدم اليزاروف او رينج فيكسيتور بيبقى a sort of definitive stabilization method. كمان في unstable injuries including this dislocation, fracture dislocations, في complex periarticular fractures. هنا يا جماعه ما نقصدش بس المونو فريم او الفريم الاكسترنال او الهوفمان بس او whatever, لا احنا كمان بنانكلود any form of external fixation زي دلتا فريم, زي الرينج فيكسيتورز, زي الليزر او whatever you are happy to use او have in your facility. In addition في البوليتروما بنconsider it DCO أو Damage Control Orthopedic. هنا بنقول إن هو يعتبر DC Damage Control for the soft tissue, for the associated soft tissue injuries. وزي ما قلنا إن هو can be definitive زي ما هنتكلم بعد كده. وده المنظر بتاعنا بعد ما عملنا debridement, وبنثبت بعد ما اتعمل debridement في الحالة اللي عرفتها بالإكسترنال فيكسيتور كمان. What about the back؟
Question 5. Is there any role for the back or negative pressure wound therapy? ده الاسم بتاعه الصحيح. And what is the evidence for that? Well, from different guidelines, different papers, ال temporary wound dressing او negative wound dressing, زي ما قلنا negative pressure wound therapy, it has a great role. Often when immediate closure is impossible, it would aid the wound healing, it would decrease the edema, it would enhance the granulation tissue, does not necessarily reduce the infection rate. يعني ما حدش يحسب ان انا خلاص انا نويت استخدم الباك عشان اقل infection rate. ما حدش قال ان هو necessarily would decrease the infection rate. لازم نبقى واخدين بالنا. انا اسف تاني على الانيميشن اللي بيحصل. فالباك does not necessarily reduce the infection rates, دايما هنشوف بعد كده. Or allow permissible delay in the wound closure. يعني ما ينفعش اي open injury وحاطين له فاك ونركن عيان اسبوع اسبوعين. غلط تماما. It does not allow permissible delay in wound closure. And not substitute for coverage, for proper soft tissue coverage, timely soft tissue coverage of exposed fracture with vascularized flap. يعني تاني يا جماعة زي ما حد بيحسب أنا حطيت له فاك فاستنى أسبوع أسبوعين ونبقى نعمل له كفرج أو أكتر. غلط تمام. يبقى ده الرول بتاعه. When immediate closure isn't possible, it would aid wound healing, decrease edema, enhance granulation tissue. However, it does not necessarily reduce infection rates, does not allow permissible delay في ال wound closure, and not definitely a substitute for proper soft tissue coverage with vascularized flap. ايه الايفيدنس اللي انا بقوله ده؟ ده انا كنت جايبه من الجايد لاينز، انما نمشي حاجه حاجه different articles which I came across. One of the studies by James Stannard et al. In Injury 2010 وجدوا انه الفاك in acute او negative pressure wound therapy in acute open fractures it would improve the results of grafts and flaps and decrease the complexity of surgery required to achieve wound closure. ده مهم جدا، ده الرول بتاعه او ده الادفانتج بتاعته. لأنه بيimprove the results في الجرافتس والفلاب. However, another study in 2008 وجدوا إيه في الجستيلو 3B fracture. الباك does not allow delay of soft tissue coverage beyond 7 days. يعني تاني ما ينفعش نجيب العيان ونحط له الباك ونقول أنا هقعد أسبوع أسبوعين ثلاثة براحتي. غلط تماما. One of the studies. إمتى؟ طبعا studies كتيرة أوي بس including اللي أنا quoted منها الـ conclusion ده. In 2008, لقوا انه it does not allow definitely delay of soft tissue coverage past 7 days. لانه للاسف هيحصل ساعتها concomitant increase in infection rates. Okay? ف this is very, very important take home message نطلع بيه. Another study I came across which was quite interesting actually. What about the bacterial load عشان احنا بنحسب ان هو بيقلل infection. Actually, one of the studies in 2004 لقوا انه non-fermentative gram-negative bacilli showed a significant decrease in back-treated wounds. However, Staphylococcus aureus, اللي هي the commonest organism for open fracture, showed for open fractures showed a significant increase in the back-treated wounds. يبقى تاني, this is very interesting article من امتى يا جماعة؟ من 2004. لو non-fermentative gram-negative يمكن تقول اه, بس actually Staphylococcus aureus showed a significant, statistically significant increase in back-treated wounds. طيب according to the papyrus yes الباك ممكن يقلل شويه البكتيريال ingress والتيشو desiccation. However again it's not a substitute for meticulous wound excision or proper debridement or coverage of exposed tissues exposed fractures. هنا كمان بي recommend الانتيبيوتيك impregnated cement beads under a semi permeable membrane يعني in addition للباك لقوا ان هو ممكن يقلل infection rates وده الانديكيشن بتاعها في حالات ايه؟ segmental bone loss, gross contamination, established infection in combination مع الفاك. يبقى تاني there is a role according to papyrus guidelines ان احنا نستخدم antibiotic impregnated cement beads under a semi permeable membrane to decrease the infection rates. Well, indications قلنا segmental bone loss, gross contamination, established infection in combination مع الفاك. Okay? نيجي لسادس سؤال. أنا تعبتكم يا جماعة بس إن شاء الله قربنا. Question number 6. Any evidence for wound cultures؟ كلنا يا جماعة بنفكر هل ناخد في الأوبن فراكتشرز cultures وناخدها إمتى؟ هل ليها رول ولا لأ؟ هاني معايا؟ محمد؟ معاك يا بيه.
هل نريح شويه ولا الناس فايقين وصاحيين؟ معلش كميه النظر كبيره قوي، بس هو يا باشا الابره. كمل يا باشا، احنا مش طيب هنوقف القطر. اوكي ربنا يكرمك. طيب الصوت كده اوضح شويه، كان واطي؟ ده صوت زي الفل يا فندم، اتفضل. طيب اوكي، طيب نيجي لكويستشن 6. استاذنكم question 6 any evidence for wound cultures. طيب هنشوف يا جماعه. From the literature, one of the studies تاني اللي قلنا عليها Journal of American Academy 2010 reported يا جماعة أن أغلب الأكيوت infections اللي بتحصل في الأوبن فراكتشرز، تخيلوا يا جماعة نوسوكوميا يعني في المستشفى، most of the infections زي ما قلنا develop secondary أو during the hospital stay. Secondary to the debridement, secondary to the management, whatever circumstances في المستشفى. And wounds left open for an extended period will develop a one of the worst organisms including Pseudomonas will gram negative. عشان كده no benefit انه العيان جالك وانت بتعمل له الفيرست debridement او اول ما تشوفه تقوم واخد اقول انا هاخد كلتشر، لان ده ممكن. طب ما ناخد كلتشر في الانتيباتكس، ما احنا في الاوبن فراكتشرز عشان نعرف الانتيباتكس. لا يا جماعه no benefit in obtaining pre or intraoperative cultures، وده في ناس كتير مش واخدين بالها منه. طيب بعد ما تعمل debridement خد كلتشر عشان تعرف بقى ما انا نظفت خلاص. لا post debridement fails to isolate the infecting organism، تخيلوا في قد ايه؟ في 58% من العيانين. طب هل في indications للكالتشرز؟ طبعا لما يكون العيان جاله clinical signs of infection وساعتها هتاخد 5 or more deep cultures، وده دايما بيتعمل ممكن مع السكند لوك والعيان عنده او whenever العيان develop post operatively بعد debridement any clinical signs of infection، وساعتها يا جماعه خد 5 or more deep cultures، ودي متعلمينها في المفاصل. طب ليه يا جماعه اللي مش عارفين على الاقل ثلاث عينات عدد فردي او ايديري خمس عينات؟ ليه ثلاثه او خمسه؟ عشان خاطر اثنين ضد واحد او ثلاثه ضد اثنين، عشان لو كان عندك ثلاثه ريزلتس ضد اثنين ريزلتس فتقدر واحده تغلب الاخرى. Infection control measures and early wound coverage ده مهم جدا 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 يتعمل within 5 to 7 days. ده اللي بيخلي الاحتياج ان الانفكشن يحصل ده اهم حاجه، اهم من انك تاخد كالتشرز. اوكي يبقى تاني يا جماعه سؤال مهم جدا، هل ناخد كالتشرز روتين واحنا بنعمل او العيان ما جيلنا باوبن انجري او نعمل دبرايت؟ ابسولوتلي نوت. موست اكيوت انفكشنز ار نوسوكوميال، موست انفكشن ديفلوب سكندرلي، وونس ليفت اوبن فور ان اكستندد بيريود اوف تايم بتديفلوب one of the worst organisms including Pseudomonas including gram negative. No benefit at all in obtaining pre and intraoperative cultures. Post debridement fails to isolate the infecting organism في 58% من الحالات. امتى ناخدها؟ When clinical signs of infection are present، وبناخد ساعتها odd number اللي هو ثلاثة أو خمسة or more deep cultures. وعرفنا ان اهم حاجة تمنع الانفكشن ان احنا نفولو الانفكشن كنترول ميجرز، بما ان اغلب الانفكشنز بتديفلوب في المستشفى. In addition to early wound coverage ده مهم جدا جدا زي ما هنشوف. نعمل ري debridement زي ما قلنا، second look usually 48 hours later، second look is often necessary ده مهم جدا. If in doubt look again and again، واجين اللي يعمل الكلام ده senior surgeon. في second look بنعمل ايه؟ لو كنت حطيت stitches لان دي controversial بيبقى loose و approximation او تسيبه open او تكون حطيت back او whatever to remove the stitches، لو كنت حطيتها to inspect the wound كويس جدا layers from superficial to deep from peripheral to central، تعيد تاني ال proper debridement، تعمل irrigation زي ما اتفقنا قبل كده، وتاخد تيشو كالتشرز لو الدنيا انت doubtful زي ما قلنا، لانه خلاص هو دخل المستشفى. post operatively بعد ما عملت second look بتفولو culture results لو كنت خدتها. طيب وتشوف بقى على حسب الوند كونديشن، بالذات لو انت كنت شاكك في infection هتفولو الكالتشر نيجاتيف. بالمناسبه يا جماعه اسطوره ان الكالتشر بتاخد 7 ايام و10 ايام دي غلط تمام. في الهوسبيتال في اي حته في العالم في اي مكان في جود فاسيلتيز، انت اول يوم بتاخد الكالتشر، ثاني يوم بتسال عليه وتروح للديبارتمنت اللي عندك في المستشفى، يا جماعه المزرعه زرعت، اوعى تستنى 3 و5 و10 ايام، كل يوم بتسال. مفروض ممكن المزرعه تزرع في اول يوم ويقولوا لك كالتشر نيجاتيف اور بوزيتيف، ولو بوزيتيف طلعت ايه والسنسيتيفيتي بروفايل. فاحنا يا جماعه ده غلط، احنا عشان بس هنا بنعتمد على المعامل الخارجيه ان العام بيقول لك 10 ايام ده غلط تماما.
مفروض ان احنا نعرف النتيجه اول ما المعمل يزرع. وبعدين تبدا تبلان الديفينيتيف فيكسيشن وتبلان ان لاين مع كده السوفت تيشو كفرج اكوردنجلي التيشو كلتشر ريزلتس لو كانت افيلبل. اوكي فده مهم جدا جدا جدا. تابع سؤال، انا عندي 10 اسئله معلش يا جماعه قربت. تابع سؤال وده مهم جدا، وين سوفت تيشو شود بي كفرد او ريكونستراكت السوفت تيشو ريكونستراكشن؟ الاجابه هنسيبها للبلاستيك. طبعا الحقيقه بتسيبها للبلاستيك، بس طبعا لا يا جماعه، فكره الاوبن فراكتشرز اللي احنا بنقولها دي كانت احكي لكم حاجه بسيطه. من كذا سنه قبل ما نعمل اول سيمبوزيوم في القصر العيني عن اوبن فراكتشرز كان حصل كونفليكت اللي هو الديبيت اللي افري سنجل هوسبيتال اعتقد عندها القصه دي. النايب بتاعنا بتاع العظم اختلف مع النايب البلاستيك، وده بيحصل صحابنا وحبايبنا، بس ده بيحصل على طول. لا انت خد العيان، لا انت خد العيان، لا انا غطي لسه، لا انا كلمه منه على كلمه منه اتخانقوا، وصلت للسينيور ستاف وعرفنا ان احنا لازم نحط جايد لاينز اللي موجوده في كل العالم. فبدات الفكره ان احد اساتذتنا الغاليين علينا الاستاذ الدكتور شريف امين ربنا يكرمه يا رب، one of the best surgeons I have ever came across، قال لي محمود لو سمحت عايزين نحط جايد لاينز ويا ريت تدي لهم محاضره عن الاوبن فراكتشرز. المحاضره دي اتقلبت لسيمبوزيوم كامل قلنا نعملها، وكنا فاتحينه بس للنواب لوكال قصر العيني، وبعدين فتحناها لكل الناس. والحقيقه انا ما كنتش متوقع كده، جالنا فيه اكتر من 200 واحد في الكورس ده. وبعدين اتعرفت من خلال فيسبوك، اتشافت من ناس بره، فطلبوا مننا ان احنا نعمله. اتعمل اس دي ال سيلف دايركتد ليرنينج داي في الاي او في دبي، وبعدين بدا يتعمل في حتت كتيره من العالم. فالحمد لله اقدر اقول ان الكلام ده رجع سبحان الله للكونفليكت بتاع التو ريزيدنتس، وبعدين لدكتور شريف امين، وبعدين لبقيه اساتذتنا اللي شاركوا في السيمبوزيوم، واللي اغلب الماتيريال اللي انا حطيتها من خلال التوكس بتاعتهم. نرجع تاني، انا اسف طولت عليكم. سوفت تيشو امتى هنكفر؟ في ايفيدنس لاننا عمالين بنقول لازم نكفر as soon as possible. يس تخيلوا يا جماعه، ماركو جودينا من 1986، This is one of the articles which I came across. قارن الناس اللي بيتعمل لهم early coverage بالناس اللي بيتعمل لهم late coverage. Obviously لقى better outcomes في الناس اللي بيتعمل لهم early coverage group. With respect to number of microsurgical procedure failures, post-operative infections, the bone healing time, وال average loss اللي هو length of hospital stay. فلقوا طبعا ال early group أحسن. طيب. في بيبر تانية مهمة جدا برضو اتعملت سنة 2000 عن fix and flap the radical orthopedic and plastic treatment of severe open fractures، اللي هو لقوا الريزلت بتاعتها تاني قريبة جدا من الريزلتس بتاعت البيبر اللي فاتت. لقوا انه اي delay في الكفرج more than 72 hours actually be fix and flap at the same time higher index of complications. وعشان كده بدأنا نسمع عن الترم اللي اسمه ايه orthoplastic approach. orthoplastic approach اللي هو orthopedic surgeon بيشتغل مع بلاستيك سيرجن ان كلوز كولابوريشن بيقدر يغطي في نفس الوقت. وفي عندنا في بعض الاورثوبيديك سيرجن التالنتد، وعندنا اسماء كثيره منهم جدا الحمد لله، مصر غنيه بناس في مختلف الجامعات، مستشفيات التامين، مستشفيات الجامعيه، المؤسسات المختلفه، المعاهد التعليميه، بيقدروا يعملوا الاثنين، بيقدروا يعملوا السكيلتال ستابيلايزيشن او الاورثوبيديك كير ان اديشن ل البلاستيك تريتمنت او الكفرج بالفلاب. بس دايما يا جماعه لو المستشفى بتاعتك ما فيهاش النيمز دي او الاكسبرتس دول لازم تانفولف البلاستيك فروم ذا ستارت. اوكي ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا. تاني الاستدي دي ورت ان اني ديلي ان كفرج مور ذان 72 اورز ريزلت ان هاير اندكس اوف كومبليكيشنز اند انفكشن. فعشان كده الاجابه النموذجيه ما تتسال as soon as it could be feasible لازم نعمل soft tissue coverage definitely within 72 hours by dedicated microvascular orthopedic and plastic surgeons او orthoplastic team زي ما قلنا قبل كده. طيب في evidence تاني لقوا انه لما بتعمل single stage orthoplastic reconstruction الكلمه اللي انا عمال بعيدها في حالات open fracture tibia greatly reduce the infection rate. ولقوا انه actually single stage fixation and coverage resulted in 4.2% infection rate whereas لما تيجي تعمل separate operations لقوا العدد كبير جدا 36% infection rate. فالستادي دي جميله جدا وكانت سنه 2015. فتاني يا جماعه قبل ما تبلان اي حاجه لازم تبقى عندك بلاستيك ديديكيتد بلاستيك تيم او الاورثوبيديك عندك مايكروفاسكولار اورثوبيديك سيرجن
talented with experience في plastic reconstruction او ال coverage او ال reconstruction of soft tissue defects. Okay, according to the BOA مع البابرس, timing بيقول ايه؟ Definitive soft tissue reconstruction must be undertaken within the first 7 days. Definitely, I would rather prefer within 3 to 5 days, or 3 days, زي ما قلنا. Microsurgery is best performed before the vessels become friable or fibrous. هو الخناقة دي ليه يا جماعة؟ لأن لقوا أن كل الميكروسيرجري ما تأخرت كل ما الأوتكم بتبقى أسوأ وبتبقى أصعب على الجراح، لأن إحنا عايزين نعملها as soon as possible as possible before the vessels become friable or fibrous. And لأنها بتبقى increasingly likely after the first week إن يحصل التيشوز بتبقى أو الفيسلز friable أو fibrous بعد أول أسبوع. فdefinitely the proper answer نرجع تاني within 72 hours maximum 5 to 7 days please. Soft tissue coverage أنا طبعا I'm not expert in that, بس I came across one of the slides in one of the talks من الـ OTA simply على قدنا على قد الجنرال اورثوبيديك سيرجنز بيقولوا ان البروكسيمال ثيرد تيبيال فراكشنز ممكن تتغطى ب كفرد ب جاستروكنيميس روتيشن فلاب، الميدل ثيرد بتبقى بالسوليس روتيشنال فلاب، ديستال ثيرد اصعب الحتت اللي ممكن يبقى بيحتاج فري فلاب. هل الكلام ده الرولز الاساسيه؟ طبعا لا، انت لازم تناقش الكلام ده مع البلاستيك سيرجن، بس دي لقيت السلايد دي ان وان اوف ذا برزنتيشنز زي ما قلت فحبيت اشاركها معاك. مهم قوي قبل ما تعمل اي حاجه او تفتح العيان او تاكستند الانسيجنز بتاعتك او تثبت العيان لازم تعرضه على البلاستيك او المايكروفاسكولار ريكونستراكتيف سيرجن. ليه؟ لانه عامل زي الاورام كده، لو فتحت انسيجن غلط انت كده حرقت البلانز بتاعته. ممكن يجي يقول لك الله انا كنت ناوي اعمل فلاب والانسيجن بتاعك ده تخيل او سوبرفيشال او ديب قطع لي الدنيا، قطع عليه السكه وما يقدرش ساعتها يعمل ريكونستراكشن. انتوا عارفين يا جماعه القرار ده لازم يتاخد من امتى؟ من قبل ما تعمل الدبرايد، من اول عيان ما يوصل. يبقى تاني يا جماعه لازم القرار يتاخد من يوم الدبرايد، من اول ما تشوف العيان تشارك الكلام ده مع المايكروفاسكولار ريكونستراكتيف سيرجن او البلاستيك سيرجن، خلينا نمشيها كده البلاستيك سيرجن، من الاول يعرف انت هتفتح فين وتعمل دبرايدمنت ازاي. انتوا ايديالي تبقوا مع بعض في الدبرايدمنت عشان لو هو كان ناوي يفتح حاجه او يعمل فلاب احنا ما we wouldn't compromise results بتاعته او البلانز بتاعته بال inappropriate places او sites of our incision. دي مهمه جدا جدا، بالذات لازم كل النواب الجونيورز بتاعتنا يعرفوا. So in a true combined orthoplastic approach, bone and soft tissue reconstruction strategies should be planned together and a decision is made that facilitates a successful. لازم الديسيجنز بيتعمل من الاول مع بعض to facilitate a successful outcome in both domains or both areas. دي مهمة جدا جدا جدا. السؤال الثامن، ندخل بقى على العظم، يعني احنا زهقنا من الحاجات النظري. لا، مش مفروض نزهق لو احنا بنعالج open fractures. What about definitive stabilization؟ لازم يا جماعة نبدأ بحاجة. Regarding the fracture stabilization في open fractures, type 1 may be treated the same way as a comparable to a closed fracture. Okay, in addition الحاجات اللي قلناها على type 1 قبل كده. What about type 2 and 3 open fractures are almost inevitably displaced unstable, so usually dictates specific surgical fixation زي ما هنشوف. And there is an evidence to suggest that bacterial proliferation is influenced by fracture stability. يعني لازم الكسر ده يتثبت عشان جزء من علاج انك to guard against infection وانك to protect against bacterial proliferation انك انت تخلي الفراكشر ده stable. طيب دايما يا جماعه محتاجين الفراكشر stabilization يحصل، بس we need to take things on balance. يعني ايه؟ يعني صحيح احنا عايزين نثبت الكسر ده، نمسمره، نحط له interlocking nail، نحط له plate، نحط له whatever according لل best option of treatment، بس لازم صحيح الفراكشر stabilization مهم، بس لازم ن take things on balance ونبقى عارفين انه الكلام ده would not by all means compromise the blood supply او the viability of the soft tissues. يعني stability of the fracture is very very important, however it should not compromise the blood supply او the soft tissue condition اللي مع الكسر. اوكي مهم جدا جدا جدا. طيب مهم جدا واحنا بنعمل all surgical approaches and implants should be sited, يعني تتحط في proper site so as not to compromise further surgical procedures. زي ما قلنا قبل كده
regarding ان احنا لازم نتكلم مع البلاستيك سيرجن او المايكروفاسكولار ريكونستراكتيف سيرجن ان احنا واحنا بنعمل الدبرايدمنت او واحنا بنثبت هنعمل انسيجن فلاني او هنعمل اكستنشن ده عشان ما نحرقش المراكب او نحرق نقطع عليهم سكك ريكونستراكشن بتاعتهم. It is not essential to achieve definitive fixation at the first intervention. يعني مش انا لازم اثبت لعين دلوقتي ازود التوصيف، مفيش حاجه اسمها كده. Feel free انك تستخدم XFIX، feel free انك تستخدم temporary fracture stabilization، feel free انك دايما تقول انا لسه هنزل عين بعد يومين واعمل له second look debridement واحدد ساعتها fracture stabilization in according to the liaising او collaboration مع البلاستيك او reconstructive surgeon للsoft tissue. هنتكلم على التيبيا الستابيلايزيشن اوبن تيبيال فراكشر بما انها البروتوتايب بتاعنا او الكومنست فراكشر. مالتيبل اوبشنز ار بريزنت فور ستابيلايزيشن سكيلتال ستابيلايزيشن اوف اوبن فراكشرز انكلودينج او ديبيندينج ابون ذا فراكشر باترن والسوفت تيشو انجري انكلودينج ايه الاكسترنال فيكسيشن. وزي ما قلنا قبل كده الاكسترنال فيكسيشن يا جماعه ممكن يستخدم كتمبري زي ما قلنا دي سي او للسوفت تيشو اتليست دامج كنترول او ك permanent او definitive stabilization بالذات في الحاجات اللي فيها bone defects وزي ما قلنا ده let it be بقى ring fixator او eleazerof او orthofix او whatever يعني. طيب ممكن نستخدم ساعات plate and screws طبعا يوم place في ال open fractures يا دكتور محمود ده اغلبنا بنستخدم intramedullary nail صح، بس هل plates ليهم استخدام في ال open fractures؟ ايوه. امتى؟ في الـ upper extremity والـ periarticular fractures ساعد especially including the MEPO technique لو نقدر many invasive plate osteosynthesis وممكن ساعد في الأطفال في الـ pediatric patients. طيب إنما الـ intramedullary nail with a reamed or unreamed وده اللي هنتكلم على debates ده في آخر سؤال طبعا ده الـ working horse بتاعنا بالذات في الـ open tibial fractures. ليه يا جماعه انا بقول ان الانتراميدالري نيل من اهم الميثودز اوف تريتمنت او ستابيلايزيشن في الاوبن فراكشرز انكلودينج ذا فراكشر تيبيا؟ ليه؟ هنشوف. لان اولا سيف افكتيف ميثود فور اوبن تيبيا شافت فراكشرز بايوميكانيكلي ات وود بروفايد بايوميكانيكلي سوبيريور فيكسيشن كومبيرد تو اذر ميثودز ذات مينتين لينث الاينمنت روتيشن ثرو ستاتيك انترلوكينج. اوكي allows early weight bearing compared to the other methods وبرضه بتallow انه mobility في الجوينت في الadjacent joint motion. يبقى تاني why intramedullary nails because it provides safe and effective method for open tibial fractures provides biomechanically superior fixation that maintains length aligned rotation allows early weight bearing and adjacent joint motion. Is there evidence for that? Yes. Let's dig into the literature. وجبت لكم كذا ارتكل. اول ارتكل ده هبدا من 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 زمان لدلوقتي في 2001 كان في ارتكل انترستنج جدا كانوا ده سيستماتيك اوفر فيو سيستماتيكلي ريفيود ذا افكت اوف الترناتيف ميثودز اوف ستابيلايزيشن في الاوبن تيبيال فراكشر ريجاردنج ايه ريجاردنج الاتي يا جماعه ريجاردنج الري اوبريشن ريت نون يونيون ديب اند سوبرفيشال انفكشن الامبلانت فيلير والماليوني. يعني باختصار الري اوبريشن اليونيون كومبليكيشنز والانفكشن او الامبلانت فيلير. هنمسك حاجه حاجه الاكس فيكس فيرسس بليت. وجد انه في ون اوف ذا ستاديز ان الاكس فيكس سيجنيفيكانتلي ديكريسز ذا ري اوبريشن ريت كومبيرد للبليت. اوكي دي واحده من 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 الستاديز شافت كده ورت كده. In another five studies comparing بال اندرين بدانا ندل من البليتس قلنا الاكس فيكس كانت showed significantly decrease the risk of reoperation. في الاستادي الثانيه كانوا بيقارنوا الانريمد انترميدالري نيل فيرسس الاكس فيكس في 5 ستاديز ورت ان الانريمد نيل بيقلل ريسك اوف reoperation المال يونيون والسوبرفيشال انفكشن كومبيرد لايه؟ للاكس فيكس. طيب ثاني بعد كده في ستاديز ثانيه 2 ستاديز ان دايركت كومباريسون ما بين الريمد انترميدالري نيل والاكس فيكس لقيت انه في decreased risk of reoperation using the nail زي ما كانت اتورد برضو في ال unreamed versus XFIX. طيب what about the reamed؟ انا اسف على الانيميشن تاني يا جماعه. What about the reamed versus unreamed؟ It showed that انه decreased risk of reoperation study دي كانت في 2001. انا جاي تاني يا جماعه زي ما نقول the relative merits of reamed versus unreamed remain uncertain وهنجي لها تاني. study دي كانت مهمه جدا يا جماعه. ان احنا قلنا في 2001 قارنوا الديفرنت ميثودز اوف ستابيلايزيشن وعشان اعيد لكم تاني
اول ستادي ورت وان ستادي ورت الاكس فيكس سيجنيفيكانتلي ديكريز ذا ريسك اوف ري اوبريشن كومبيرد للبليت. الانرين فيرسس اكس فيكس ديكريز ذا ريسك اوف ري اوبريشن مال يونيون وسوبرفيشال انفيكشن. الرين فيرسس اكس فيكس ديكريز ذا ريسك اوف ري اوبريشن. الرين فيرسس انرين ديكريز ذا ريسك اوف ري اوبريشن. انما هنناقش دلوقتي في الاخر نعمل رين ولا انرين زي ما هنشوف. According to the Papras guidelines, the methods of stabilization, yes, there is a place for the spanning XFIX, Benzamine spanning XFIX, when definitive stabilization, an immediate wound cover, isn't carried out at the primary debridement. وبالذات في الجستيلو 3B كلنا بنعمل كده أو أغلبنا بنعمل كده. According to fracture pattern, will bone loss determine the most appropriate form of definitive skeletal stabilization? لو دخلنا في الأول ولقينا unfavorable circumstances وقررنا نحط XFIX, بنقوم قلبين العيان بعد كده على definitive stabilization زي some sort of internal fixation using intramedullary nail ASAP زي ما هنشوف دلوقتي. يعني ما نسيبش العيان محطوط في XFIX ونسيبه بالشهر أو الثلاث أسابيع أو الأسبوعين, لا, that it should be converted into internal fixation, let it be intramedullary nail or whatever the form you are going to fix with as soon as possible. Internal fixation is safe if there is minimal contamination and soft tissue coverage is achieved with insertion of blood. يعني ايه؟ يعني انا النهارده جالي العيان عملت له debridement وقررت احط له XFIX, هو مش جاهز اعمل له internal fixation. هقوم سايب العيان ده اسبوع خالص, يومين بالظبط 48 hours, انزل العيان اعمل له second look debridement plus minus proceed. هتلاقوها بتتكتب كده في الليست في كل حته في العالم plus minus proceed. يعني لقيت ان الدنيا مش infected والدنيا كويسه وfavorable soft tissue condition وهقدر اعمل له coverage لو كان محتاج microvascular reconstruction او soft tissue reconstruction او plastic reconstruction, او معامله بعد في خلال يومين زي ما قلنا in 48 hours, وكده ضمنت ان انا عملت الجوب بتاعتي كلها within او اقل من 72 hours زي ما قلنا قبل كده. فده مهم جدا جدا. الXFIX might have a better choice لو عندنا ان هو يبقى بدل temporary يبقى definitive stabilization methods in significant bone loss which calls for bone transport techniques أو using بقى Elazarov ring fixator, orthofix, whatever Taylor special frame or whatever you like to use. Okay? تاسع سؤال قربنا يا جماعة, معلش طولت عليكم. When to convert from XFIX to intramedullary nail for example, لأن السؤال ده بنتعرض له كلنا وبنتسأل عليه وبنحسب إن سيف إن أنت تسيب العين في الXFIX. هل في أي evidence لده؟ Actually, في a very nice study by Bandari et al. في 2005. وتلاقي Bandari ده احنا كذا study من اللي انا قلتهم كان هو اللي co-author فيها. Conversion, the study دي وجدت ايه? Found that conversion between XFIX and intramedullary nail results in 9% of infection, وده مش figure كبير قوي compared to other studies يعني, resulted in 90% union rate. Infection rates decreased دايما مع shorter duration of XFIX. يعني تاني 9% قلنا مش رقم كيلو بس actually ده رقم كبير, انما لقوا انه الرقم ده بيصغر قوي لما بتعمل shorter duration of XFIX, ان انت ما بتستناش على XFIX بتاعك. قلنا لو انا حطيته النهارده انزل عين في خلال 48 ساعه اعمل second look debridement plus minus proceed to definitive fixation, ولقوا دايما انه an interval of less than 14 days بتؤدي الى significant reduction in the infection rate. يعني لو انا by all means هسيب الXFIX عمري ما هسيبه اكتر من 14 يوم unless ان انت هتستخدمه ك definitive way of stabilization. طيب يبقى امتى نconvert من XFIX تاني بعيد? As soon as the patient is able to tolerate the procedure and adequate soft tissue coverage is attained, اللي هو 48 ساعة. طيب لو العين ده انا سبته واضطريت اسيب الXFIX, هل ينفع احوله على طول من 14 يوم برضه, هل ينفع احوله على طول للانترنال فيكسيشن? لو العيان ده ديفلوب بين تراك انفكشن يبقى لازم الاول بعمل له حاجه اسمها بين هوليداي اوف مور ذان 10 دايز شود بي يوز. يعني ايه يا جماعه؟ يعني اولا احنا عارفين كلنا وده محتاج توك كامل ان انا اعلم العيان ازاي يلوك افتر او يعمل بين كير عشان تو افويد وات وي كول بين تراك انفكشن. انما لو حصل يبقى انا لازم اشيل الفيكسيتور واعمل pin holiday of more than 10 days ما بين اني شلت الفيكسيتور عملت proper debridement irrigation antibiotics
to allow for pain tract granulation قبل ما احط له intramedullary nailing. يبقى تاني يا جماعه please convert the XFIX to definitive the sort of fixation or method of fixation including for example intramedullary nail as soon as possible as soon as the patient is able to tolerate the procedure adequate soft tissue coverage or reconstruction is attained. طيب لو حصل العيان ده by all means محتاجين avoid the pain tract infection. لما لو حصلت يبقى هتشيل البنز وتدي له pin holiday of more than 10 days تعمله debridement irrigation antibiotics and allow for this pain tract granulation to happen or to occur before intramedullary nailing. في ناس يا جماعة لقوا انه طيب ما نثبت على طول ونثبت بانترامدولاري نيل. طبعا ده ينفع في type 1 type 2 some study showed for type 1 up to 8 hours or 12 hours. انما what about gastello 3؟ هل ده منصوح بيه gastello 3 B and C؟ انا اسف gastello 3 B اتلقت في one of the studies in the Indian Journal of Orthopedics and other papers انه actually potentially risky. وده اللي اغلبنا ما بيفضلوش ان انا لو عندي gastello 3 B الحقيقه انا احب احط العيان اعمل له proper debridement aggressive debridement واعمل له XFIX وبعدين انزله بعدها ب 48 24 to 48 hours 48 hours usually second look plus minus proceed ولو الدنيا favorable وقادر اعمل soft tissue reconstruction etc وكل والجرح شكله كويس اقدر اعمل له definitive fixation. الستادي دي لقيت حاجه ثانيه secondary outcome انه canal reaming did not increase the risk of infection complication for open tibial fracture ودي هنعيشها في السؤال الجاي ان شاء الله. بيوصلنا للريمينج. يبقى I hope يا جماعة ان احنا وصلت التيك هوم مسج بتاعت ال امتى نكونفرت من XFIX ل definitive fixation including the intramedullary nail as a method of stabilization. What about the reaming? Reaming is controversial whether to do reamed intramedullary nail او unreamed nail ودي من زمان. ايه الادفانتجز بتاعت الريمينج او ليه طالما ان الريمينج ليه بعض الديسادفانتجز لان هتلاقي ناس كتير من السينيورز او ناس كتير بيحبوا يقول لك لا انا هعمل unreamed nail ده open fracture. لا خالص ده مش رول تماما it's quite controversial ودي accepted ودي accepted زي ما هنشوف. طب ليه الريمينج انا شخصيا حريص عليه في الاوبن فراكشر وانا من البروبوننتس بتوع او يعني احب اعمله لأنه reaming allows for placement of large diameter nail لأن لما بتعمل reaming بدل ما تحط nail 10 تقدر تحط 11 لو بدل ما تحط 11 تقدر تحط 12 وده الحقيقة بيدي better fracture stability وزي ما شفنا في closed fracture الحقيقة بيresult in better union rates وبي decrease rates of hardware failure. كم واحد فينا لقى حالة عندنا union ولما فتح من ضمن الأسباب حتى لو ما كانش واخد باله على الأشعة لقى النيل ده أصغر من اللي المفروض يستخدمه فده enough reason ان يخليك تبقى حريص انك تعمل ريمينج او تستخدم ريمد انترامدولاري نيل حتى في الاوبن فراكتور. Also one of the advantages it's believed to deposit bone graft at the fracture site وعشان كده احنا بنحب نعمل او one of the advantages انك تعمل ريمد انترامدولاري نيلز في الاوبن فراكتورز. وبرضه لقوا انك بتستخدم لارجر نيل وده بيريزلت ان less screw breakage لما جم يقارنوا في بعض الاستاديز قارنوا الانريمد نيل بالريمد نيل لو ان المسامير بتكسر اكتر اللوكينج سكروز بتبقى السكروز بتبريك اكتر في حالات الانريمد نيل كومبيرد للريمد نيل. However, ايه disadvantages او ليه في ناس بتخاف؟ It was argued في some studies انه ده the increase rates of infection ان انا اعمل ريمينج on non-union كمان when it's done in damaged preosseal blood supply لان العين ده جاي لك باوبن انجري فانت عندك البريوسيال بيبقى damaged already من الانجري فانت تخيل من بره بقى injured او damaged وانت جاي تعمله من جوه بتاثر على الاندوستيال بلاد سبلاي بالريمج اللي انت بتعمله. اوكي بعض الانيمال ستادز كمان من ضمن الديسادفانتجز ورد انه الريمينج ده اكشلي بي دامج الاندوستيال بلاد سبلاي زي ما قلنا تو ا جريتر اكستنت ذان انريم بدل ما بتحط الانريم نيل من غير ما بتعمل ريمينج لما بتعمل ريمينج وجدوا انه الدمج اللي بيحصل لل كورتيكال بون الدمج اللي بيحصل كورتيكال بون لقوا 70% لو استخدمت ريمد انتراميدولاري نيل كومبيرد ل 31% في الانريم نيل. ومع هذا يا جماعه الدمج ده ما بيبقاش بيرمننت عشان لو تقول الاستادي دي او الفايندنج دي خلينا ما نستخدمش ريمد خالص لا دي حاجه بتبقى تمبري. ان اديشن بعض الحالات اللي بيتعمل لها ريمينج بتريزلت ان ثيرمال نيكروزس. يبقى دي الديس ادفانتجز بتاعت الريمينج. عرفنا ليه يا جماعه الريمينج از كونترفيرشال. في ناس بروبوننتس بيحبوا الريمينج وفي ناس بيكرهوا الريمينج او شايفين ان ليه ديس ادفانتجز.
هو الحقيقة الحقيقة مش مهم تقولها زي ما بيقولوا، المهم ازاي هتعملها. What's important in the surgical technique؟ والحقيقة في مصر لازم ناخد بالنا ان كتير مننا بدون ما يقصد بيعمل improper reaming technique او inappropriate reaming technique. مهم قوي انك تستخدم sharp reamers، وده احنا كلنا ضحايا الشركة، وهي بتجيب لنا الالات مستخدمة 500 الف مرة، فبتلاقي الريمرز اللي بتستخدمها blunt وده غلط. فانت لازم تصر ان الريمرز تبقى sharp as much as you could. احنا جزء مننا برضو بيبقى على الشركة ساعات بتجيب لك الريمرز بتبقى بدل 8.5 او 8.5 9 9.5 لا بتلاقي 8 9 10، ولو نصيبك بقى يعني نصيبنا مش حلو قوي تلاقي في ريمرز في الوسط وقع. ده تعرف ان ده inappropriate way of reaming technique calls. فانت لازم whenever you are increasing in size تزود السايز ده 0.5 millimeter increments with a steady advancement. انت كمان علينا دور. ساعات بنزهق احنا كجراحين نقوم عاملين 10 ننط ل 11 او 11 ونص ونسيب 10 ونص. غلط، ده غلط تماما. لازم نعمل steady advancement ونمينيمايز، لان ده ايه الادفانتج بتاعته؟ ده بي مينيمايز الهيت جنريشن during dreaming وبي ريديوس الريسك اوف ثيرمال نيكروزس اللي احنا عمالين بنتكلم عليه. فاحنا اذا عملنا proper او appropriate way of dreaming ده هيدي لنا better results. في طريقه ثانيه تكة برضو قريتها في one of the papers، وفي بعض السينيورز من زمان بيستخدموه، اللي هو بيعمل minimally reamed small diameter nail in open tibial fracture، اللي هو ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني ايه؟ يعني انا لو النيل بتاعي ناوي اعمل ريمينج، انتوا عارفين يا جماعه الريمينج دايما ريكومندد باي ديفرنت نيلز مانيفاكتشرز، ان انا استخدم لو انا هحط نيل 10 يبقى اعمل 11 11 ونص، يعني اكتشلي كمان انك تريم اعلى بواحد ونص، طيب او اتليست واحد. طيب انما المدرسه الثانيه ان انت ممكن تعمل ايه؟ بدل ما ناوي تحط نيل 12 تقوم حاطط 11، فانت تعمل ريمينج، هتعمل ريمينج ب 12 بدل ما كنت نعمل ريمينج ل 13. تاني يا جماعه، لو انا احط نيل 10 يبقى انا اعمل ريمينج بكام؟ ب 11 11 ونص. طب لو انا احط نيل 9 اللي هو اقل شويه، انا بضرب مثل يعني، لو انا كنت احط 10 احط 9، فانا ساعتها احتاج اعمل ريمينج ب 10 او 10 ونص بدل ما اعمل ب 11 ونص او 11. اوكي فهمتوني؟ ففي الاستادي دي من سنه 1996 وجدوا انه results of early nailing with minimal reaming اللي هو اقل ما لا يدرك كله لا يترك كله comparable لل results بتاعه ال unread nail in presence of open wound. اوكي طيب دي طريقه من الطرق. طيب نيجي بقى للديبيت ده، هل في حد رد عليه ايه ال evidence to ream or not to ream؟ that is the question and that's my last question قبل ما اقول tips اخيره. طيب نبدا برضو، حاولت ادج into the literature من زمان لغايه دلوقتي. في سنة 97 كان في ستادي بتقارن randomized control trial بتقارن ال reamed intramedullary nail ال RIMN 47 حالة versus 41 cases of unreamed intramedullary nail. ال conclusion تخيلوا يا جماعة دي كانت prospective randomized study من سنة 97، لو ان ال clinical وال radiographic results are similar. however زي ما قلنا قبل كده ان السكروز بتبريك اكتر، او وجدوا ان السكروز بروك اكتر مع الانريمد انتراميدولار نيل، which is advantage في الريم versus unreamed حتى لو a slight advantage. ده اول واحد. بعد كده في study 2011 journal injury journal جابوا just over 3000 open tibial fractures وقارنوا الريمد بالانريمد، لقوا ان الريمد بيرزلت ان statistically significant difference in the early union rate. فين؟ في حالات 3B اللي هي من اهم الحالات اللي بنخاف منها. انما no difference in the delayed or late union rate. يبقى تاني لقوا ان الريم statistically significant difference اعلى في ال early union rate في ال 3B open fractures compared بال unreamed nail. طيب في study تانية مهمة جدا جدا كل بيدخلوا زمالات يكونوا عارفينها، اسمها sprint، طبعا من ال sprint investigators او ال sprint studies. Study to prospectively evaluate reamed intramedullary nails in patients with tibial fractures. دي كانت سنة 2008 فانداري إيطال اللي لسه كنا بنتكلم عليه في another study. ودي كانت multi-center prospective randomized blinded trial included أكثر من 1300 أو 1300 fractures برضو comparing unreamed reamed nails. في ال open fracture subset لأن مش كلهم كانوا open لقوا إنه
comparing 206 open في الجروب ده مع 124 open في الجروب ده اللي هو reamed versus unreamed, لو no difference in both approaches. However, study دي ورت انه primary events او reoperation rate في الريم يعني اعلى سنه, بس ما كانش فيه statistically significant difference في الريم versus unreamed. يعني انت هتلاقي شويه studies in favor لده و in favor لده. الميتا analysis, I came across this meta analysis of reamed versus unreamed. لو يا جماعه no statistically significant difference. الستادي دي كانت including 695 articles, طلع منهم ب 4 eligible studies were assessed. الريزلتس من الميتا analysis دي ايه؟ لقوا no statistically significant difference في الهيلينج ريت, في السكندري سيرجري ريت, في الامبلانت فيلير ريت, في الكومبارتمنت سيندروم او الانفكشن. بالنسبه لي انا يا جماعه بشوف كده وانا متحيز شويه للريم, وده ممكن تقول عليه صح او ما فيش صح او غلط, يعني ممكن تكون انت من المدرسه الثانيه. انا شايف انه طالما ما فيش فرق في اغلب الستاديز او كوايت ا فيو ستاديز, فانا شخصيا افضل الريم نيل. طيب I came across this study, حبيت ابص على study بتتكلم على الفانكشنال اوت سواء في الاوبن او الكلوز. فدي كانت prospective randomized control trial, تاني اكتر من 1300 patients open وclosed, وكانوا بيقارنوا ال reamed versus unreamed regarding the functional outcome. والحقيقة no difference at 12 months. وال conclusion انه ال reaming does not affect the functional outcomes. اوكي؟ طيب. قبل ما اخلص حبيت برضو اشارك معاكم, طيب الشابتر الرائع اللي مكتوب في الثيرد اديشن في الـ AO Principles of Management of Fracture Management بتاع الـ AO, مكتوب ايه في الشابتر ده؟ The current clinical evidence does not support the superiority of reamed or unreamed nailing. يعني عايز تعمل كده اوكي, عايز تعمل كده اوكي. I think, مش عايز اقول most, but quite a few surgeons might go for reamed compared to unreamed nail. بس again, زي ما شفنا انه the current clinical evidence does not support the superiority of either one of them. الconclusion اللي عايز اقوله لكم, احسن حاجه انه decision should not be based on an algorithm, rigid algorithm. يعني برضو غلط ان انا اقول ان انا بفضل على طول استخدم الريمد او بفضل على طول الانريمد. لازم نعمله on case by case basis. افرض ان في واحد عنده مشكله ما تعوق موضوع ريمي, او الميديكال اوبتمايزيشن او تروما ريسسيتيشن كانت بتجستيفاي حاجه على حاجه, يبقى في الحاله دي لازم نقول انه العيان ده همانج بالريم او الانريم اكوردنج لللوكال الانديفيدوال سيركمستانسز بتاعته. ولازم نقول انه ميديكال اوبتمايزيشن تروما ريسسيتيشن اولويز تيكينج ذا بريسيدنس اوفر اورثوبيديك فيكسيشن. يعني مثلا لو عندنا عيان بولي تروما واحنا شايفين انه الريم مش احسن حل ليه, يبقى لازم ناخد بالنا وساعتها نقول ام جوينج تو جو فور انريم عشان ما ازودش الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل لو هو contraindicated او relative there is relative contraindication للريمينج في العيان ده مهم جدا جدا. فالديسيجن بتاعنا proper decision should be done او made on a case by case basis according to the patient والcircumstances اللي موجود فيها. اخر two tips هحب اقولهم عشان في كتير بيسالوا لما عملنا الويبينار بتاع الايو قبل كده. في حاجه اسمها antibiotic coated nails, في حاجة اسمها the use of gentamicin coated nails in complex open tibial fractures, ودي one of the studies which I came across في injury journal. ده البيبر دي معمولة بفيلم ماكس ميكر, واحنا شرفنا ان هو كان معانا في دعاء الايو في مصر في الايو infection course اللي اتعمل سنة 2018. والحقيقة he's excellent speaker واثوريتي في حالات الاوبن فراكشرز او الانفكشنز عموما. وده كانوا بيستخدموا الاكسبرت تيبيال نيل بروتكت اللي هو فيه جنتامايسين كوتد نيلز, استخدموه في الكومبلكس اوبن تيبيال فراكشر في حوالي 16 ان 16 بيشنت. وسيمز this study reported انه it seems to be a potential option for prevention of deep infection. فلو موجود عندنا نقدر نستخدمه, بس however they recommended في الاخر ان احنا محتاجين large RCTs. طبعا في كوايت اذر ستاديز في 2011 وستاديز ثانيه من مايكل راشكا برضو في الاي او ريكومندد ذا يوز اوف انتيبايوتيك كوتد نيل زي ما قلنا, وان هي شود ان هو ممكن يقلل حدوث الديب انفكشن في التروما بيشنتس في الاوبن فراكتشرز. Another trick which I came across والحقيقه كانت حلوه جدا,
في بعض الحالات دي في الـ JOT في 2005 الاوثرز ريكومندد او ريبورتد ذا يوز اوف بروفيجنال بليتنج اوف تايب 3 اوبن فراكتشرز. لما عندك جرح كده بالذات لو معكش اسيستنس وانت عايز تعمل بروبر ريدكشن حتى ايفن في الكلوز انت ممكن تستخدم الكلام ده من خلال الووند لو الووند بتاعك يسمح او كنت مضطر تفتح اوبن لاي سبب من الاسباب. بس في الاوبن من خلال الاوبن ووند اللي عندك ده تقدر تحط بروفيجنال بروفيجنال بليتنج وترجع بيه وتحط يونيكورتيكال سكروز او باي كورتيكال وتبقى اوت اوف ذا تراجكتوري اوف ذا بلين اللي انت هتحط فيه النيل. ولقوا ليه فوائد تقدر بتعمل ايه بتستخدم بليت 3.5 3.5 مليمتر ال سي دي سي بي تحطها بليس ثرو ذا تروماتيك كوند وبتثبتها عن طريق يونيكورتيكال سكروز بتمنتين الريدكشن بالذات في في الاحوال اللي انت لو الريدكشن بتاع الكسر صعب جدا او معك ليميتد اسيستنس وممكن بتشيلها بعد اللوكينج اوف ذا نيلز. انا كيم اكروس سام سيرجنز وواحده من البيبرز ثاني كانوا بيسيبوه ريبورتد فيها ان هي بتتساب كمان طالما ان هي مش هت جوبردايز السوفت تيشو كونديشن او مش هت انكريس الانفكشن ريت عن طريق انها تعمل سلافنج للاوفرلاين سكن او اي حاجه. فدي وان اوف ذا تيبس حبيت اشاركها معاكم بالذات للجونيورز اللي هم يمكن عمرهم ما عملوها قبل كده. اوكي انا طولت عليكم يا جماعه. تو كونكلود I hope ان احنا نكون عرفنا اول ما هنشوف الاشعة اللي كنا عرضناها في الاول بتاعة الopen fracture تحضر نفسك سواء كmanaging this patient او في الامتحان انك هتتسأل على الاتي او هتحتاج تعمل اتي classification وزي ما قلنا جاستيلو and Anderson classification لازم كلنا نحفظه كويس جدا وده هيجي من البراكتس وان احنا نشوفه كتير ويبقى قدامنا. وعرفنا 3 types type A type sorry type 1 type 2 type 3 Type 3 بنقسمها ل A, B و B plus و C. وعرفنا انه هو one of a simple and widely used classification. However, ليه شوية limitations. وعشان كده طلع another quite a few classification بس من اشهرهم الاثنين اللي انا قلت عليهم. اللي هم ال OTA, Orthopedic Trauma Association classification والجانجا hospital classification. فدول مهمين جدا وقلنا ال أهمية بتاعته. وتكلمنا على gunshot injuries in brief وإن شاء الله يبقى فيه محاضرة كاملة عنهم. تكلمنا عن أول ما يوصل لك العين ده في الإمرجنسي ديبارتمنت هتعمل إيه وعرفنا كلنا ناخد صورة ونألاين ونسبلنت وهندريس بإيه ومش هنغسل قوي في الطوارئ وعرفنا إيه الأسباب وإنه أغلب الجايد لاينز وهنشيل بس الجروس كونتامينانتس. عرفنا الأنتيبيوتكس types وهندي امتى وهندي for how long 24 maximum 72 hours وعرفنا types اللي هنستخدمها وعرفنا ان احنا برضو هنحدد على حسب ال antibiotic او الانتيبيوجرام اللي جوه المستشفى اللي هو معمول من خلال ال infectious disease specialist او infection control هيقولوا لكم على الحاجات ال antibiotic sensitivity profile للمستشفى بتاعتنا duration قد ايه قلناها التايمينج اوف ذا برايدمنت وان انا مش لازم اعمله خلال ست ساعات وانه الاهم ان انا اعمله وقلنا الجمله المهمه قوي neither emergent nor elective delay is justified لازم نديل مع on case by case basis بس طبعا ما ناجلش العيان beyond 24 hours maximum. وعرفنا الانديكيشنز بتاعت ان انا لازم اعمل immediate surgical exploration of the debridement. عرفنا الirrigation protocol البريشر ايه normal saline والاداتيفز ان هي ممكن يبقى ليها شويه داون سايدز او سايد افكتس بالذات على الووند كونديشن او السوفت تيشو هيلينج. وعرفنا انه احنا الكميه قد ايه 3 لتر 6 لتر 9 لتر على حسب جاستيلو اندرسون تايب 1 اور 2 اور 3. عرفنا الرول بتاع الاكسترنال فيكسيتور كتمبري او ديفينيتيف. عرفنا الرول بتاع الباك والايفيدنس فروم ذا ليتريتشر. عرفنا انه مفيش اي ايفيدنس للووند كالتشرز اللي بناخدها pre او intra operatively مع debridement الاولاني وعرفنا ليه وعرفنا ان احنا بنحتاجها فعلا مع second look او لو في clinical signs of infection. عرفنا نعمل امتى soft tissue reconstruction ومين اللي هيعمله definitely within اقل من 72 hours maximum 5 to 7 days. عرفنا مين اللي هيعمله وازاي هيتعمل ال principle يعني. عرفنا definitive stabilization وان احنا ال intramedullary nail هو ال working horse في ال definitive stabilization في ال open fractures. عرفنا الديبيت الجامد جدا او اللي موجود ما بين الريند والانريند وعرفنا في الاخر انه ما فيش سوبريوريتي لايذر وان اوف ذم وان احنا برضو مش مفروض نمشي بريجيد الجوريثم
حتى لو انت بتفيفر كذا. انما we should make this decision on case by case basis. اهم single take home message احب اسيبها معاكم انه ال open fractures يا جماعة لازم في مستشفياتنا كلنا نعملها. It should be properly managed on dedicated multidisciplinary team approach. ده بجد ايد لوحدها ما تسقفش. لازم تinvolve البلاستيك, لازم تinvolve الفاسكولار سيرجنز, ولازم من اول يوم كلكم تاخدوا القرار. وما ننساش انه لا قدر لو كان في قرار امبيوتيشن عمرك ما تاخده لوحدك, لازم يتاخد by two consultants. In fact in my hands I would involve the vascular, the plastic as well as the orthopedic team او الميكروفاسكولار reconstructive surgeon لو كان هو replacing او in place of the plastic surgeon. مهم جدا 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 يا جماعة ان احنا نعالج الناس دول او نمانج الكسور دي on multidisciplinary team approach basis. Thank you very much واسف اذا كنت طولت عليكم. شكرا جزيلا. Labs ليها رول في الانفكشن يعني CRP وكده؟ Sure. طبعا the answer is yes. هو كان في كورس كامل عملناه مع الـ AO زي ما قلت في 2018, وفي كورس لسه عاملينه اونلاين عن الانفكشن. الانفكشن ده غير الـ open fractures. انما if you have any doubt انه حصل انفكشن طبعا لازم تاخد الكالتشر زي ما قلنا. I would personally monitor the patient's inflammatory markers mainly CRP. ليه صار عارفين انه بياخد وقت, بس دلوقتي اعتمدنا كله على mainly على الـ CRP. طبعا في other factors كلنا سمعنا عنها, interleukin 6, procalcitonin, etc. في other markers. انما definitely yes, if there is any suspicion of infection I would always be keen to monitor this by having CRP. تمام يا فندم. في سؤال رغم ان هو سؤال غريب لكنه قصدي بيسال على حاجه غريبه لكن احنا بنشوفها كتير يعني بصراحه, عشان كده هقولها. لو العيان جايب حته عظمه في ايده, ما هي دي اللي انا قلتها في الوسط ده. لا بالعكس, ده سؤال حلو جدا. انا شخصيا اتعرضت له بالظبط. انا شخصيا عمري ما هحطه في الجرح تاني لان هو جاي في عظمه بايده, انا لن ادعي ان انا عندي البيست انسر, بس انا شخصيا عمري ما هحطها لانه God only knows هو جاي في رحله. ده بقى كنت بقى 100% contaminated, الرحله بتاعته عقبال ما وصل المستشفى قد ايه, فيبقى فيه كل الاورجانيزم. فانا انا انا على طول بمشي وتاني ده يعبر عن رايي انا, لان زي ما قلت الليترتشر isn't in favor of either. بس طبعا ما حدش بيجي جايبها في ايده, يمكن في كيس في whatever او يعني ايا كان يعني. انما انا شخصيا لو لقيت الموقف كده مش هحطها, لان زي ما قلت كتير اغلب الاستاديز بتوري انك تمانج الانفكشن اصعب بكتير قوي من انك تمانج بون ترانسبورت. ف يس ذير از there are other ways to manage bone defect عن انك to manage infection وتجازف وتحط العظم دي في مكانها. فانا شخصيا محمود وبعبر عن رايي فقط, عمري في حياتي ما احطها في الجرح. ممكن يكون ده صح ممكن يكون غلط, بس انا عمري ما هعمل كده. طيب جوه العمليه لو لقينا عظمه كبيره مالهاش soft tissue attachment, برضو انا هبقى keen ان انا اشيل اي حاجه doubtful او questionable viability زي ما قلنا. الجزء من الجوينت بقى ده اللص دي اللي بجد دي اللي اختلف فيها الفقهاء, وده صعب جدا لان دي مش ريبليسبل باي ريكونستراكتيف تكنيك. ومع هذا ربنا كلنا يوفقنا للقرار الصحيح. تمام يا فندم. في سؤال على الفاك يعني ان هو كاتب ان هو what I know is vac is allowed to be used after the internal fixation. حضرتك كنت حاطط صوره ان فاك حطه مع external fixation, فممكن نوضحها شويه حته الفاك دي؟ انا هرد عليها بطريقه ثانيه. حتى even if it's allowed, هو انا ليه احتاج الباك بعد الانترنال فيكسيشن؟ ده سؤال لي لازم يجي على بالنا. هل انا برضو هيبقى سيف انك انت حطيت اي بليت او سكروز او انتراميدالري او واتيفر وسبت عظم اكسبوز؟ ما انت عشان تحط الباك يبقى لسه فيه عظم اكسبوز او لسه فيه سوفت تيشو ديفكت. طيب احنا اللي عايزين نخرج منه من التوك ده او التوبيك ده الويبينار النهارده, ان انا مش مفروض اعمل اي ديفينيتيف ستابيلايزيشن من غير ما اعمل ايميديت او سيمالتينيوس سوفت تيشو ريكونستراكشن. كلنا لازم ناجري على الكلام ده يا جماعه, يعني ما حدش هياخد العيان العمليه يثبته الا لما يكون عارف هيعمل عليها السوفت تيشو ريكونستراكشن. ف
فايديالي انه وانت بتعمل ديفينيتيف ستابيلايزيشن لازم العين يضغط، يبقى ساعتها الفاك ملوش اي رول. الا لو البلاستيك او المايكروفاسكولار ريكونستراكتيف سيرجن مثلا هيغطي بعضله، وممكن يكون هيحتاج مثلا يغطي عليها، انا مش خبره في القصه دي، يكون لي اي انديكيشن للباك بعد ما عمل فلاب قبل ما يعمل تير، وان كنت اداوت الانديكيشن ده. فالحقيقه ان ماي هاندز اكوردنج تو ماي هامبل اكسبيرينس او ماي هامبل فيوز، انا اي وود بي راذر كين ان البلاستيك او المايكروفاسكولار ريكونستراكتيف سيرجن هيغطي في نفس الوقت، وساعتها مش هحتاج الباك. تمام يا فندم. اخر سؤالين هناخدهم. لو وند 1 سي ام وذ كومونيوشن، ده يتحط انهي كاتيجوري؟ 1 سنتيمتر وذ كومونيوشن. عاده احنا قلنا اتس نوت اباوت ذا وند سايز. ممكن اقول لكم حاجه تانية، طبعا احنا في حاجات كتير ما كانش في وقت ان انا اقولها. لو حد عيان جايب هاي انرجي انجري، هل ده ينفع يبقى تايب 1؟ طبعا لا. الكومونيوشن ده كمان غالبا جاي ايه؟ ده غالبا هاي انرجي انجري، ففي الحاله دي ده يصنف على انه تايب 3. اوكي تمام. اخر سؤال، اف ذير از ا سيفير كونتامينيشن. انا اسف عشان دي مهمه جدا للجونيورز. احنا قلنا قبل كده انه في حاجه اسمها زون اوف انجري، يعني انت ممكن يبقى الجرح سنتي، بس اكتشوالي الزون اوف انجري اكبر من كده، ولما تيجي تعمل بروبر ديبرايدمنت هترجع تعيد الري كلاسيفاي تاني افتر ديبرايدمنت، فتكتشف انه اكبر. وبعدين ده في تيبيا او فيمر هاي انرجي انجري، ده خلاص خلصت، ده كده خلاص، ده كده جاستلو 3 لانه هاي انرجي انجري. فاهمين يا جماعه؟ ففي حاجات كتيره بتدخل في الكلاسيفيكيشن الجريدنج. اخر سؤال يا فندم، اف ذير از ا سيفير كونتامينيشن وذ نيرف انجري، that yes. is what we can do repair. What to do for طيب انا فهمت السؤال، انا شخصيا مش هقدر اخد القرار ده. however obviously احنا قلنا nerve repair should be done immediately لو الظروف مواتيه، ومن الظروف انها تبقى مواتيه انه يبقى في experienced surgeon او microvascular reconstructive surgeon زي اساتذتنا الافاضل وزملائنا الافاضل اللي كلنا نعرفهم، هما دول اللي بيبقوا عارفين انه البيد كلين انف انه يتعمل فيه ريبير، انه السوفت تيشو كونديشن وده لو ايميديت ريبير. وعشان كده هنلاقي كتير انك انت بتعمله تاجنج، ممكن يقول لك لا انا بعمله تاجنج وبعدين بعمله بعد كده. فطبعا اف ذا لوكال سوفت تيشو كونديشنز او جراس كونتامينيشن او نوت فيفربل انه يتعمل برايمري ريبير، يبقى ديفينتلي مش هنعمل برايمري ريبير. الحقيقه عايز اصلح الكلمه دي، مفروض مش انا برضو كمحمود عبد الكريم، لان انا مش بشتغل النيرف انجريز خالص، هانفولف البلاستيك تيم وانفولف المايكروفاسكولار، او اكلم حد من زمايلنا اللي هيعمل الديفينيتيف نيرف ريبير واقول له ايه رايك، ده ينفع ولا ما ينفع. بس تمام. اخر سؤال معلش، اللي هو خمسه كالتشرز دول بيبقى ذا سيم لاب ولا ديفرنت لابس؟ لا دي مهمه جدا يا جماعه، وفي المفاصل وفي كل حته يا جماعة. قصة انك انت تبعت خمسة كالتشرز مش عشان تبعت لخمس مناطق مختلفة. اولا ده متعبة جدا ليك وللعيان انه يلف على خمس معاد. الخمسة دول المقصود بيهم عدد فردي. ليه؟ عشان افرضوا يا جماعة خدت عينة واحدة زي او بعتنا دول، ما انت كمان ممكن تبعتهم لمعمل واحد يقوم راجع لك، ودي حاجة مهمة جدا يا جماعة بتحصل كتير، بيقوم بحللك بعت لك نتيجة واحدة. واللي بيحصل ايه؟ انك لازم ترقمهم، مش عشان ممكن تعرف العينه الاولانيه طلعت كذا والعينه الثانيه، لا، بس الاهم من كده انا برقمهم شخصيا عشان المعمل ما يغلطش ويجيب لي نتيجه واحده. ليه؟ لانه العين لما بتبعته بالذات لو هيروح حته مثلا برايفت يعملها على حسابه، هيقول له حضرتك لو هنطلع لك نتيجه هنعملها لك بسي 250 جنيه. انما لو خمس عينات كل نتيجه مختلفه هنعملها لك ب 1250. فلو انت من العيان الغلبان في ظروف بلدنا هتفضل ايه؟ العينه الواحده طبعا، طالما دي هتقضي. ما هو مش فاهم. انما الحقيقه احنا بنبعت خمسه واتليست ثلاثه. ليه؟ عشان زي ما قلت، افرض بعت عينه واحده وطلعت لك نيجاتيف، هل انت شور ان هو فعلا ان انت كنت خدت كده سامبلز كفايه انك تقول نيجاتيف؟ طيب افرض طلعت بوزيتيف، هل انت كده شور ان دي ما كانتش كونتامينيشن؟ ما يمكن وانت بتاخد العينه، طبعا العينه ليها طرق مختلفه، لازم تبقى حريص انك تاخدها ما حدش يلمسها لغايه ما تتحط في البوت او السبيسيمين كاب او وات ايفر، من غير ما تتلمس، من غير ما تقع وتحطها، الكلام ده كله، ودي محتاجه
افرض انك كونتامينيشن، تعرف ازاي كونتامينيشن؟ لو كانت واحده بس ورجع بوزيتيف مش هتقدر تعرف، انما خدت اثنين واحده طلعت بوزيتيف واحده طلعت نيجاتيف، هتصدق انهي؟ يبقى انت لازم واحده فيصل، عشان كده بناخد ثلاثه عدد فردي، لو اثنين ضد واحد او تو اورجانيزم فيرسس 1، فاهميني يا جماعه؟ انما ليه خمسه ايديال؟ عشان هم لقوا في الستاتس الخمسه اليلد ريت بتاعها بيبقى اكتر، وانا شخصيا بحب اخد خمسه، انما اتليست ثلاثه، فهي من ثلاثه لخمسه عشان يبقى اثنين ضد ثلاثه. اوكي؟ طيب حد قال لي ان عينه واحده بس طلعت من خمسه ممكن تبقى كونتامينت، صح؟ وده الكلام ده اكتر في المفاصل بالمناسبه يا جماعه. انما افرض لقيت اجريسيف اورجانيزم، لقيت في واحده بس ام ار اس اي، خلاص خلصت، غالبا دي مش كنت غالب في اغلب الاحوال، انما طبعا ممكن تبقى كونتامينت طبعا، انما عاده بناخد خمسه عشان غالبا تطلع اثنين ضد ثلاثه او اكتر من واحده بوزيتيف بمعنى اصح، عشان ما تبقاش غالبا كونتامينيشن. افرض طلعت كواج نيجاتيف ستافيلوكوك، طبعا مش على طول بتبقى كونتامينت، بس من ضمن الاورجانيزم اللي بتطلع وتبقى كونتامينت هي بتبقى الكواج نيجاتيف ستافيلوكوك. وفي كل الاحوال لازم اناقشها ساعتها مع حد اميننت مايكروبيولوجيست انفكشس دي سبيشالست انفكشن كنترول وات ايفر يو هاف، عشان اتكلم معاه هل ده كونتامينت ولا لا لو كانت عينه واحده. مرسي دكتور محمود، وسهرناك سهر.